مساءات جميلة إن شاء الله، ومساءات مليئة بالخير. كيف أحوالكم وصحتكم؟ إن شاء الله طيبين، والقراية إن شاء الله ماشية طيبة. في أسئلة في المحاضرات اللي فاتت، شايف ما شاء الله الناس بدأت تحل الهوم ويركس، والأمور ماشية طيبة والله، وإن شاء الله يعني بالتوفيق لكم جميعا. في سؤال ولا حاجة يا شباب، ولا نبدأ طوالي؟ طيب يبدو انه ما في سؤال، ما دام ما في زول. زمان مع الجروب اللي قبلكم كنت اول ما ابدا المحاضره بقول لهم هل القرايه ماشيه كيف؟ تمام؟ وطبعا انتم عارفين مع الظروف والمشغوليات وكده، والناس بيقولوا لما يجوا المحاضره بيكونوا شايلين هم سؤالي بتاع القرايه ماشيه كيف دي. يعني اصلا زول براه يكون عارف قرايته متلتله، وهنا يجي انا يعني اقوم تاني اقول له القرايه ماشيه كيف، يعني اعمل له مور ستريس. تمام؟ فبقيت ما قاعد اسال السؤال ده صراحه، اخلي الناس يعني براها كده، ويزول يحل اموره بطريقته الخاصه. واستعضنا عن ذلك بانه بنفتتح ونختتم المحاضرات بفقرات وبمقتطفات، سواء مني او من الباقين يعني، فشويه بتغير للناس جو ان شاء الله. تمام؟ فان شاء الله من المحاضرات الجايه ندخلكم في المود ده. طيب الدكتوره قالت والله القرايه بتاعتك كوادريبليجيك. طبعا القرايه لما تصل مرحله انها تكون كوادريبليجيك دي معناها يعني وصلت يعني للاسف مستوى، لكن يلا نقول ربنا يسهل ان شاء الله. انا والله عندي ادفايس يمكن قلتها لكم قبل كده في الجروب بتاع الواتساب. الناس اللي نحن يمكن لانه في اول شابتر، فيمكن لسه انتم ما قادرين تستفيدوا تحلوا اسئله كويس كده، لكن والله اسمعوا نصيحتي، قللوا من فتح التليفون، من السوشيال ميديا، حتى باسامي انه انت تخش وتحضر محاضرات وكده. ما انت في النهايه العلم السماعي او السماع ده بيصلحك، بيوعيك، بتفهم صح، لكن ما بثبت المعلومه تماما. المعلومه ما بتثبت الا ب، حتى لو انت كنت زول سماعي، المعلومه دايره انت تعيدها وتكررها كده كم مره، تقراها من كتاب، تحل فيها اسئله وكده. فنحن هنا وي ار تراينج تو نسهل حته السماع دي قدر الامكان، وحتى وان كانت في حاجات ناقصه وكده، انا بشوف انت لو قعدت الناس لفت في حتة السماعيه وتسمع محاضره بجاي ومحاضره بجاي، يو ويل بي لوست حقيقه، حتضيع. وفي نفس الوقت طبعا احيانا بنخش في الحته بتاعت الضمير، بتحس ان انت جيت تعبان كده من الشغل. انا ما فهمت، احس ده اقول الحته دي يا دكتوره، بتجي تعبان فبتحس انه ما ممكن اقرا، فاحسن اسمع صح. انا بشوف لو قدرت تسمع عيد عيد يعني المحاضره دي ذاتها عيد، هي ذاتها ثاني يعني، ما تدخل معلومات جديده بس ذيس ذا ايديا. حتى لو بتحضر انت في دور كورس ثاني ولا هنا، عيده هو ذاته افضل مما انت تحضر هنا وتحضر هنا وتحضر هنا، بالذات في الفتره دي. ان شاء الله بعد ما تمتحن وكده الامور بتبقى عندك براح في الزمن، وتستمتع كده بالعلم ان شاء الله. تمام؟ يلا بسم الله نبدا. طيب وصلنا المحاضرة اللي فاتت، كان اتكلمنا عن الجلوميرولونيفرايتس. تمام؟ وقلنا الناس اللي عندها جلوميرولونيفرايتس ديل دايما يعني بيجونا ب تو كلينيكال سيندروم، يا اما يجوك بنفروتيك، يا اما يجوك بنفريتيك، يا اما يجوك بنفريتيك نفروتيك مع بعض. تمام؟ وقمنا عملنا كلاسيفيكيشن، طبعا اتكلمنا وات از نيفروتيك وات از نيفريتيك وكده. ناس النيفروتيك الجلوميرولونيفرايتس او الرينال كوزز اوف نيفروتيك كانت هي المينيمال تشين ديزيز والممبرينس جلوميرولونيفرايتس والفوكال سيجمنتال جلوميرولوسكليروزز. وقلنا عندنا سيستيميك كوزز، سيستيميك كوزز لايك وات يا شباب؟ سيستيميك كوزز لايك دايبيتيس اميلويدوزز. تمام؟ دقيقة يا شباب، في ناس سألوا من الباسورد في التليجرام، رسل في زول رسل، وخلينا أرسل لهم. طيب دقيقة أوقفكم شوية بس، لأنه تقريبا الباسورد أنا ما قاعد أكتبه لأنه بيظهر لك تقريبا. طيب نكتبه للبقية 899 705.
فقلنا عندنا النيفروتيك، عندنا المينيمال تشينج والممبرينوس جلوميرولونيفرايتس والفوكال سيجمنت، وعندنا سيستميك ديزيز لايك دايابيتس اند امايلويدوزيس، وممكن المالتيبل مايلوما ليد تو امايلويدوزيس ليد تو نيفروتيك. عندنا الاس ال اي برضه ممكن يعمل لك نيفروتيك سيندروم. النيفروتيك عندنا فيها شنو يا شباب؟ الاي جي اي نيفروباثي، ثاني رابيد بروجريسيف rapidly progressive glomerulonephritis post streptococcal، وعنده اسم ثاني اللي هو diffuse proliferative glomerulonephritis. ثاني mesangiocapillary، excellent mesangiocapillary، قلنا اسمه الثاني membrane proliferative glomerulonephritis. طبعا الرابيدلي بروجريسيف بيخش فيه الباسكوليتيك كوزيز، وبيخش فيه الجود باشر سيندروم، وعندنا برضه الالبورت البورت. تمام. طيب نجي نبدا نتكلم عن الاي جي اي نيفروباثي. طب الاي جي اي نيفروباثي من ناحيه باثولوجي وات از جوينج اون، لو جينا شفنا يا شباب نحن which type of antibodies of antibodies they are responsible for protection of the respiratory tract and GI tract, we will find that it is IgA antibody. So usually the scenario is we have someone with preceded upper respiratory tract infection. حصل stimulation for the antibodies and release of IgA antibody. Unfortunately, due to some mechanism which part of them understood, part of them not. المهم ال IgA ده ما اكتفى بانه هو بس to work as a defender في ال respiratory، بالعكس قام ال IgA ده مشى يهيج ومشى ضرب other tissues. This IgA overstimulation can just affect the kidney وكان be systematic او systemic. طيب لو ضرب الكدني هيضرب الكدني وين؟ لو جينا عينا في الجلوميرولاس هتلقى انه between the glomeruli we have some type of cells we call it mesangial cells. ودول هم they are the supporting cells of the kidney. تمام؟ فبيقوم بيضرب شنو يا شباب؟ بيضرب الميزانجيال، بيعمل ميزانجيال ديبوزيشن. والعيان بيجينا بحاله زي دي بنسميها بيرجر سندروم اور اي جي اي نيفروباثي. طيب هل العيان هيجي يقول لك والله يا دكتور يا اخي انا I feel that I have some sort of antibodies that is deposited in my kidney, actually not in my kidney, maybe in the supporting cells of my kidneys. I don't think so. العيان هيجي يشكي من شنو يا شباب؟ هيجي يشكي من نيفريتك سيماتيوريا. سيماتيوريا طبعا يا شباب could be asymptomatic، لكن دي ما عليك منها لانه في الامتحان ما حيسالك يعني زول asymptomatic، طب حيسال حيقول لك في الامتحان شنو يعني، صح؟ ف لو باثولوجي ممكن يجيب لك ميزانجل ديبوزيشن رسمه يقول لك ده شنو، لكن من ناحيه كلينيكال لازم يكون العيان سيمبتوماتيك، لكن الفكره كود بي اي سيمبتوماتيك. طيب لو كان سيستميك، سيستميك معناه دوس اي جي اي او دوس تايب اوف اي جي اي يا شباب حتمشي الكدني، وغير الكدني تمشي البلود فيزلز. وطبعا لما نقول بلود فيزلز معناه حتعمل فاسكولايتيس، لما نقول فاسكولايتيس معناه انفولفمنت اوف مالتيبل سيستمز، معناها systemic manifestation. What is the name of the vasculitis related to the IgA deposition and associated with Berger disease? طيب هي ممكن تنطقها كالآتي: هنشينلين أو هينوكشينلاين. كلمة يبدو إنها ألمانية ولا المهم. هينشينلين أو هينوكشينلاين بيربرا، لكن نحن نمشي بالقاعدة الفقهية أو القاعدة النحوية أعجمي فلعب به، صح؟ طيب فالمهم الهينشينلين بيربرا أو الهينوكشينلاين بيربرا بيكون عندنا أول شيء الهينوكشينلاين بتحصل دائما في اليانج الناس الصغار في الأطفال، وبيحصل شنو يا شباب؟ بيحصل لك involvement of the يعني بتضرب عندك ال blood vessels صغيرة و small blood vessel that affect the kidney، والعيان يجيك ب purpura عشان كده سموها purpura او بالعربي بنقول ثرثريه، وبتكون palpable purpura يعني ما حاجه بس ماكيول، تاخد يدك كده يو فيل ات. تمام.
غير البيربور عندهم شنو تاني يا شباب؟ أرثرالجيا. غير الأرثرالجيا what do we have؟ abdominal pain. Abdominal pain. What do you think that? طيب what do you think is the mechanism of abdominal pain here? This is usually دائما شاب أي vasculitic disease بيعمل abdominal pain, so it is some sort of ischemia, ischemic abdominal pain. The activity of the abdomen is the digestion, and usually in vasculitic diseases the pain become after eating. تمام؟ والحاجة الأخيرة هي renal. Mainly the four major. Like in other system could be involved. Nerves could be involved. Like in there أكثر حاجات بتأثروا. والميزة الكويسة في الهنشيل لمبربورينا is self-limited disease. More details إن شاء الله in rheumatology. فنرجع لل IgA nephropathy. Patient with respiratory tract infection, what is the gap, or what do you think is the time between the infection with respiratory tract and the occurrence of hematuria? 2 to 3 days, maybe just 2 to 3 weeks. Yes, days. Yeah, this is the major difference between IgA nephropathy and post-streptococcal. دائما الناس البوست ستريبتوكوكال اجابه الديوريشن بتكون 2 تو 3 ويكس اب تو 6 ويكس، لكن الناس الاي جي ان فروبتي جاست ا دايز. دي اهم هنت في الامتحان بالمناسبه الديوريشن جاست فيو دايز ضرب العيان الهيماتيوريا باثولوجيكالي معناها حصل ميزانجيال ديبوزيشن اوف اي جي اي بيشنت ويل كومبلين اوف هيماتيوريا يو ويل جو فور يور انفستيجيشن وهتلقى انه والله في ار بي سيز في اليورين تلقى في صم بروتين تلقى في hypertension. If you are unlucky, you might have acute renal failure. تمام؟ This is the diagnosis. You have to go for investigation. The most diagnostic investigation اللي هي هتكون شنو يا شباب؟ بيوبسي. بيوبسي. وهتلقى فيها mesangial deposition of IgA. What is the treatment? Steroid. التريتمنت اوف اي جي ان فروبتي از نوت ذات كلير. طبعا معظم الجلوميرولونفريتيك كوزز بيدوا فيها ستيرويد ميبي ايفيدنس بيز وميبي ترايل كده ساين تمام. لكن التريتمنت الواضح هنا از سبورتيف يعني تدي اي سي انهيبيتر لو في بروتينيوريا ولو في هايبرتنشن كده يعني. والبروجنوزز بتاعهم از يوجوالي جود بالذات لو كانوا صغار في السن. لو كبروا في جزء منهم they can go for renal failure. وعندك some prognostic poor prognostic factors like being ميل مثلا وكذا وفي اذر بروجنوستيك فاكتور انا ما حافظها كلها طبعا فحتلاقينه ان شاء الله في النوت تمام. اليوز اوف ستيرويد كونتروفيرشال تمام يا شباب كذا. This is the IgA nephropathy. Let us move on the next part. ماشي سريعا يا شباب ولا كويسين؟ كويس كده كويس تمام يا بابا. بوست ممكن سمري؟ طيب سمري لانه ما حضرت الفراغ او مش اقول لك طيب كويس. الفكره ان احنا قلنا للشباب ديل انه يوجوالي الاي جي ان بروفيت بتحصل كالاتي. الزول بيجيو ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن وفي ريسبيرتوري تراكت ذا ابوندنت تايب اوف انتي بودي از ذا اي جي اي. بيقوم بهيج الاي جي اي بدل ما يكون قاعد في ريسبيرتوري تراكت يمشي يضربك انت في الكدني برضه او يبقى سيستميك ديزيز. سيستميك يعمل فاسكولايتس لو في الكدني بس بيعمل ديبوزيشن في الميزانجيوم بنسميها اي جي ان بروبرتي بتحصل دائما بعد يومين العيان بيجي به هيماتيوريا بس. نجي نشوف الامتحان بيجيك دائما ذا كويستشن ويل بي وات از ذا دايجنوزيس. يعني دائما ما بيجيك هنا وات از ذا تريتمنت وات از ذا دايجنوزيس. والعب لي في الحتت بتاعت يونج والديوريشن بريفيس هيستوري اوف ريسبيرتوري تراكت انفكشن والديوريشن يكون مثلا جاست 2 دايز. ممكن يقول لك والله في ميزانجيال ديبوزيشن يعني بس ما في حاجه كده. طيب نجي للبوست ستريبتوكوكال جلوميرولونفرايتس. لو جينا عينا للستريبتوكوكس ماي كويستشن ناو هاو ماني تايبس اوف ستريبتوكوكاي دو يو نو؟ احنا طبعا اتذكر زمان في الجامعه يعني كنا من طبعا من اكثر الامراض اللي عندنا هنا في السودان الروماتيك فيفر جروب اي وبي فكان بيجوا بيسالوك وات از ذا organism responsible for causing rheumatic fever. نحن نقوم بسم الله الرحمن الرحيم جروب اي بيتا هيموريتيك ستريبتوكوكاي صح؟ فاول ما يسالوك السؤال اللي بعده how many types of streptococci do you know؟ بتجيب صح؟ بقسمها
يلا تفضل يا دكتورة طوالي عندك المايك. أها. جروب A و B صح؟ وتاني جروب A و B بعدين جروب A جروب A نفسه بنقسم لبيتا هيموليتيك. طيب بنقول بنقسم الستريبتوكوكاي انت دكتورة A و B و C. الدكتورة المعاي من البداية منه؟ مروة. طيب يا مروة بنقسم لألفا هيموليتيك وبيتا هيموليتيك. الكلام ده حرجع عليه تاني في الانفكشوس تمام. دي الفا وبيتا وجاما. البيتا دي قالوا بتعمل كومبليت هيموليسيس والالفا بتعمل بارشل هيموليسيس. همشي سريع لانه حعيده في الانفكشوس. والجاما ما بتعمل هيموليسيس اصلا. طيب نبدا بالبيتا اللي بتعمل كومبليت هيموليسيس دي قاموا قسموها ل 2 جروب. جروب A وجروب B. جروب A اللي هي الستريبتوكوكس شنو يا شباب؟ جالاكسيا. لا جروب A بيتا هيموريتك ستريبتوكوكاي اللي هي دي. جروب A بيتا هيموريتك ستريبتوكوكاي اللي هي الستريبتوكوكس بايوجين دي ذات اللي بتعمل روماتيك هارت ديزيز وبتعمل سكين انفكشن وبتعمل بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس اللي هي دي الستريبتوكوكس بايوجينز تمام. جروب B بيتا هيموليتيك دي للستريبتوكوكس ايجالاكسيا دي بتعمل شنو يا شباب؟ انا عشان نمشي سريع دي بتعمل نيونيتال سيبسيس اند نيونيتال مينينجايتس. الالفا هيموليتيك عندنا فيها الستريبتوكوكس نيوموني بتعمل النيومونيا والمينينجايتس. وعندنا الستريبتوكوكس فيريدنس. الفيريدنس دي بيعملوا شنو يا شباب؟ طبعا كيوت ايوه اندوكاردايتس الانفكتيف اندوكاردايتس. والجاما هيموليتيك دي يا شباب زي ما بيعملوا هيموليسيس وفي منهم انتروكوكس ونان انتروكوكس. واحدة من الاكزامبل الاساسية لهم بيجيبوها في الامتحانات is streptococcus boobies. boobies دي مستحيل زول يكون قرق قبل كده ما راقته. yes صح؟ colorectal cancer. colorectal cancer تجينا ان شاء الله more details ان شاء الله عشان ما نعمل distraction للبقية لما نمشي نتكلم عن الكارديولوجي تمام؟ طيب نعود. فانت عندك هنا ده الجروب B او الجروب A بيتا هيموريتيك ستريبتوكوكاي او بنسميها ستريبتوكوكس بايوجين. ذيس از ذا ريسبونسبل وان. طب السيناريو بيكون كالاتي يا شباب. زول عنده ثروت انفكشن او سكين انفكشن. ده اللي بيفرق. دايما بيقول لك الروماتيك هارت ديزيز جاست السترين اللي بتعمل ثروت انفكشن هي اللي ممكن تعمل روماتيك هارت ديزيز. لكن البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس كود بي كوز باي ذا سترين كوزينج throat infection or by the strain causing skin infection like scarlet fever وكده. بعد skin infection or throat infection 2 weeks later the same mechanism of molecular mimicry او هو التشابه الجزيئي بيبقى انه جسمك بيكون antibodies in spite of attacking the capsule of the streptococcus it will attack your own body تمام. تضرب البنط تعمل لك روماتيك هارت ديزيز. تضرب الكدني تعمل لك glomerulonephritis تمام. طيب اهم شيء شباب الديوريشن 2 ويكس افتر بينج انفكتد throat infection or skin infection the patient present with hematuria or proteinuria or together. يعني بالمناسبه ممكن عيان يجي بس بينيفروتيك لكن ما كثير يعني في الامتحانات. لكن ممكن يجي بينيفروتيك ممكن يجي بينيفريتيك ممكن يجي باي واحده فيهم. من ناحيه باثولوجي دائما في الامتحان بيجيب لك hematuria after 2 weeks. من ناحية باثولوجي بنلقى إنه لو جينا عينا للبيزمنت ممبرين لايك ذيس وعندك هنا ده مثلا الاندوثيليوم وعندنا هنا ده تحت مثلا الإبيثيليوم. من ناحية باثولوجي لو بتتذكروا بيحصل ديبوزيشن سب إبيثيليال برضو بديك شكل بتاع شنو يا شباب بسموه همبس تمام. What do you mean by humps؟ يعني حاجة زي التلال كده أو زي position like this. يلا the position ده فيه IgG وفيه complement. C3 و C4 they are involved. وتكلمنا جبنا سيرة complement system تقريبا في المحاضرة بعد. فعشان كده بنلقى إنه post streptococcal glomerulonephritis هو واحد من الحالات اللي بتعمل glomerulonephritis بنلقى فيها low levels of complement system اللي هم C3 و C4. C4. تمام؟ فده من ناحيه باثولوجي. من ناحيه كلينيكال العيان هيجيك بينيفيتيك سيندروم زي ما قلنا ممكن يجي ببروتين
urea. So what is the clinical scenario in the exam? Someone, skin infection, throat infection, 2 weeks, 3 weeks later, presented with hematuria. Investigation, ممكن نلقى فيها renal profile could be impaired. ممكن يكون ما فيه حاجة غير manifestation of nephritic. What is the diagnosis? Usually this is the question post streptococcal glomerulonephritis. أو يجيب لك duration in between. ما تعرف IgA ولا post streptococcal ولا ما هو. لكن تلقى في السؤال إنه the complement system they are low. أو يجيب لك السيناريو كالآتي. سيناريو بتاع post streptococcal which is most likely to be decreased in this patient. تقول له والله complement system. المهم دي كلها يعني سيناريوز محتملة. طيب وصلنا الدياجنوزيس طبعا هتعمله بالبيوبسي. After the diagnosis how to treat يا شباب؟ برضو سبورت سبورت بالدكتورة قالت وستيرويد. طيب يا دكتورة انتبيوتك كيف معك؟ أيوة عشان تتريت الاندرلين كوز. يس هنا we give antibiotic في البوست ستريبتوكوكال مع انه في النوت ما شايفها مكتوبة لكن في البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس we give antibiotic. Okay in addition to the supportive treatment of the condition. أهم شيء is the low complement level. تمام؟ وأهم شيء duration. دي الحالات الأساسية اللي توريك ال post streptococcal glomerulonephritis. أوكي؟ نمشي للبعدة اللي هي rapidly progressive glomerulonephritis. طيب. rapidly progressive emphysema it is rapidly progressive. تحصل سريع جدا. و what do you think are the causes of the rapidly progressive؟ من أهم الأسباب هي الفاسكولايتيس. أو عشان أوضح لكم المعنى نبدأ بالجود باستشر سيندروم. What is good باستشر سيندروم يا شباب؟ Good باستشر is an autoimmune disease in which we have antibodies against the against basement membrane أو نقول type 4 collagen. دي مهمة type 4 collagen. How many types of collagen do we know? في كمية لكن نعرف منهم أربعة. Type 1 ده قاعد في البون وفي اللينس وكده. Type 2 قاعد وين شاف في الكارتريج. Type 3 في البلود فيزلز. Mainly يعني. Type 4 في البيزمنت ممبرين. طيب أنا عندي بيزمنت ممبرين وين؟ عندي بيزمنت ممبرين في الكدني وعندي بيزمنت ممبرين في اللنج. اللنج. اللي بيحصل through them the filtration. طيب تخيل اتضرب البيزمنت ممبرين في الكدني واتضرب البيزمنت ممبرين في اللنج. معناه هنا حيختلط الحابل بالنابل صح؟ الحتة اللي كان يفترض تكون عازل هنا ده مثلا البيزمنت ممبرين ده يكون عازل between the blood and the filtrate بتلقى انه البلط كله جاء نازل تحت تمام؟ فعشان كده العين بيجي بهيماتيوريا وفي اللنج لانه برضه الحتة العازل between the air and the blood اتضربت فالبلط حيخش في الاير سبيس والعين دي بهيموبتيسيس فبيجوا بهيموبتيسيس and hematuria at the same time. طيب regarding the ما معنى rapidly progressive؟ عنده اسم تاني pathological name بيسموه شنو؟ crescentric. crescentric طيب في زول يشرح لنا crescentric دي يعني شنو؟ هلالية يعني ها ده شنو؟ الفكرة لما نضرب البيز من بين أندر تفضلي لما نضرب البيز من برين يا شباب فالإمبلامتري سيلز هتجي بالذات النيتروفيز والحاجات زي دي فتحت الأبواب صح؟ وهيجوا يعملوا migration ويتحركوا and they will precipitate in the parietal layer of the Bowman space بالشكل ده. فخلاص هي بوابة اتفتحت ومشوا تردموا كلهم قدام قدامهم في شنو في البومان سبيس بالشكل ده والمخرج. طب هيقوموا يترسبوا في البومان سبيس بالشكل ده، الشكل ده شنو يا شباب؟ كريسنت صح؟ عشان كده قاموا يسموها crescentric glomerulonephritis او بنقول الراب وهي rapidly progressive this is clinical name and crescentric is pathological name. The end result is rapidly or acute renal failure or acute nephritic syndrome which might lead to renal failure. نتكلم شويه في الجود باستشر syndrome is autoimmune disease which type of hypersensitivity reaction؟ two
2. طيب how many types of hypersensitivity reaction do you know? 5. ممتازين. اللي بيقول 4 بنقول له you are right, واللي بيقول 5 بنقول له you are writer. صح؟ writer ما تنفع طبعا, لكن المهم 4 is accepted. في ناس بيخطوا type 5 تبع type 2, وفي ناس بيخطوا type 5 براهم. تمام؟ type 1 اللي هو بتاع الأزمة, كان ده يجينا في البيزيك. type 2 انه انت تكون انتباضي زي الجماعة دين وتمشي تشوف لك حاجة كده وتتلصق فيها تكسيرها. طبعا الانتباضي itself is not a killer, هو ما بيقتل, لكن هو is opsonin. يعني انت شنو لما تجي الوايت بيزيز ماشي, اقوم اسألكم سؤال, هل لدى الوايت بيزيز عينين؟ يعني هل الوايت بيزيز دي بتشوف؟ ما بتشوف صح؟ فانت لازم تقول لها تعالي اكلي ده, لقطي ده, شيلي ده كده. فالكمبلمنت والانتباضي زي الاي جي جي من اهم الفانكشن بتاعتهم هي الاوبسونينز بنسميهم, او انها هي تجعل الميكروبز او الاورجانيزم لقمه سائغه to be engulfed. تمام؟ فانت بتاشر عليها كده تجي الوايت بيزيز بتخمك برا. تمام؟ فده تايب 2. تايب 3 انتيجين انتباضي كومبلكسز. تايب 4 السيل ميديتد اميونيتي, باقي ده انا هفصل فيه ان شاء الله في الاميونولوجي عشان ما ناخذ زمن برا. فذيس از تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي reactions, هو اللي بيحصل لنا يا شباب في الجود باستشر سيندروم. العيان بيجينا بشنو يا شباب؟ بهيموبتيسيس هيماتيوريا ات ذا سيم تايم. تمام؟ وجست الحاجات دي واحده من الامبورتنت ديفرنشال دايجنوسيس هنا از فيجنر. الفيجنر دائما بيكون فيه انفولفمنت اوف ابر ريسبيرتوري تراكت, ساينوسايتيس ونيزل بيركوريشن وابنورماليتي كده هنا ما بيكون فيه. ده بيكون مور اكيوت ومور مع بعض يعني. طيب يعني العيان بحاجه زي دي حتكون تعمل انفستيجيشن. وما هو الورك اب بتاعنا في براكتس از ذا سيم ورك اب, يو دو ذا يورين اناليسيز وما عارف شنو كلام زي ده, وتلقى هيماتيوريا وحبل تقوم تشيل بايوبسي. تتوقعوا نلقى في البايوبسي شنو يا شباب؟ حتلقى ديبوزيشن اوف انتيبوديز الونج ذا بيز ممبرين. طبعا البيز ممبرين هو ماشي كده صح, متعرج مثلا او ماشي, لكن بتلقى الديبوزيشن اوف ذا انتيبودي از فولوينج ذا بيز ممبرين بالشكل ده. لما يكون الديبوزيشن از فولوينج ا لاين بنسميه شنو يا شباب؟ لينير ديبوزيشن. يعني احنا دايما الديبوزيشن ده بنقسمه لنوعين, جرانولر او لينير. لما نقول لينير معناه انت يو ار فولوينج ات بنفس الخط ده, يعني فولو ات خط يعني. تمام؟ ده دايما بيجي مع اي حاجه اللي هي بتضرب فيها بيز ممبرين, سواء في السكين زي الدرماتايتس هيرباتيفورميز وزي البولس بنفيجويد, وسواء عندك مثلا في الكيدني هنا زي شنو مثلا زي الجود باستشر سيندروم جرانولر كده. اوكي طيب, فهتلقى ديبوزيشن او اوف اي جي جي انتيبوديز لينير ديبوزيشن among the basement membrane. هاو تو تريت يا شباب؟ ستيرويد. طيب الاهم من الاستيرويد لو كان العيان عنده سيفير سيمتومز نعمل له بلازما كريسيس. الفكره انه العيان عنده سيفير كونديشن المورتاليتي بتاعته بتكون هاي, وانا عشان تو بريزيرف ذا لنج اند ذا كيدني اي هاف تو كلير ذا انتيبوديز باي ريموف ات اوت اوف ذا هيومن بودي باي دوينج بلازما تيريسيس. وايل يو ار لوكينج فور بلازما تيريسيس او لو ما عندك تبدا ميثايل بيدنيسولون ستيرويد, واحتمال تحتاج تدخل اذر اميونو سبريسنت. طيب عندنا تاني الفاسكولايتس. الفاسكوليتيك ديزيزز برضو كلها ممكن تعمل رابيدلي progressive glomerulonephritis لأن this will affect the integrity of the glomerulus which lead to migration of the inflammatory cells into the parietal layer of the foramen space. We have a diseases like Wegener, Churg-Strauss ومجموعة من الفاسكولايتس that will be discussed إن شاء الله in rheumatology. تمام؟ عندنا تاني الألبورت سيندروم. Regarding the Alport syndrome, Alport syndrome is a genetic disease. مهم ليش نقول Alport syndrome يا شباب؟ في الامتحان عنده أهمية. إذا عارف أهميته فيه ممكن يديك كسؤال بتاع بيزك.
Lympho is one of the very rare diseases that lympho inherited as X-linked dominant. Autosomal recessive. Most of the X-linked disease, they are X-linked recessive. زي الهيموفيليز والحاجات زي دي. عشان كده they usually affect the female. لكن X-linked dominant ده معناه X لو الواحد لو مضروب حيظهر المرض. معناه بيظهر حتى في الفيميل. X-linked dominant disease they are rare. ما كثيرة. واحد منها الألبورت سيندروم. وانهيرتد في الفيميل وفي الميل. عارفين أمراض تانية inherited as X-linked dominant؟ ريكتس جي 6 ريكتساي كده الريت ولا شنو حاجة بالشكل ده قبل الريت الريكت ريكتساي كده نقول فيتامين دي ريزيستنت ريكت احنا قلنا في الروماتولوجي أو الدكتور قالت لكم ريت سيندروم وات إز ريت خدتوها لي في شابتر بس This is the only يعني بس دي الحاجة المطلوبة إنه خدتوها لي في chapter. This is psychiatry. One of the autistic spectrum disorders. زمان الأوتيزم بس أوتيزم. حسب كيف بيسموه autistic spectrum disorder. أو زمان كان مقسم يعني أوتيزم, ريت, أسبيرجر. كلهم حاسس يدخلهم مع بعض واحده منها ريت سندروم تمام الاهميه بتاعتها بتيجي في انها is inherited as X linked dominant and this is one of the very rare mode of transmission تمام او في inheritance ما علينا الناس اللي عندهم مشكله في الكولاجين تايب 4 تايب 4 ده اللي هو البيز ممبرين اتكلمنا عنه لكن ده في مشكله في الساينتس بتاعه من البدايه فعشان كده الناس اللي بيجوا منهم صغار دايرين الفيليا ديفنس blindness combination في الامتحان ممكن يجيب لك اثنين وفاميلي هيستوري في واحد دي كتير بيعملوها رينال فيلير وبلايندنس وفاميلي هيستوري وديفنس رينال فيلير وديفنس فاميلي هيستوري وبلايندنس او يجيبون الثلاثه مع بعض لو داير يريحك يعني وات از ذا دايجنوز طوالي تقول البورت وات از ذا مود اوف انهيرتنس اكس لينكد دومينانت وات از ذا ويتش از ذا ابنورمالتي ان ويتش تايب اوف كولاجين تقول تايب 4 كولاجين تمام ده الالبورت سيندروم خلاص انت ما عندك بيت من برعش كده الكلني ما شغال يعني باختصار والتايب 4 ده قاعد في الكوكليا وقاعد في سم ستراكشرز اوف ذا اي عشان كده ذس ويل افكت ذا اي فانكشن نمشي لاخر نوع من النيفريتيك سيندروم اللي هو الميزانجيو كابيلاري او اسمه الثاني شنو يا شباب اسمه ممبرينو بروليفريتيف glomerulonephritis طيب عندنا فيه many types حقيقة type 1 و 2 و 3 انا افضل من التصنيف ده بنقول والله انه هل هو يكون immune complex mediated او complement mediated او C3 mediated طيب اللي بيحصل شنو في اسئله كده في الامتحان يا شباب بتكون كومبلكس ومهما نشرحها ومهما نتكلم عنها في النهايه الكلينيكال برزنتيشن بتاعها مقارب لحاجات ثانيه دائما عشان انت تقول الدايجنوزيس از ميزانجيو كابيلاري جلوميرولونيفرايتس اول ما تقرا السؤال يو نيد هيباتايتس سي بوزيتيف حقيقه كده يعني. تمام مش لاقيتكم كده يا شباب وي نيد ان البيشنت يكون هيباتايتس سي بوزيتيف عشان تو جو فور اور دايجنوزيس يا اما هو يقول لك نون كيس او يقول لك زول اي في دراج ابيوسر او يقول لك عنده جونديس وفي الانفستيجيشن تلقى تحدي بتاعت السي بوزيتيف المهم وبعد ذاك حنجي نلقى انه البيشنت ده حصلت له نفريتيك او نفروتيك او الاثنين مع بعض يعني ده عادي بيجي بين نفروتيك طيب وير از ذا بروبلم يعني الناس ديل يعني بيقول لك الاميون كومبلكس ميدييتد ده او بيسموه تايب 1 دائما بيكونوا هي بتاعت السي بوزيتيف الهيباتيتس سي بوزيتيف ده يا شباب الانتيجين اوف ذا هيباتيتس سي ستيمولييت فورميشن اوف انتيبوديز اجينست ات بتقوم الانتيبودي دي بتمشي بتترسب في البيزمنت ممبرين طيب بتترسب في البيزمنت ممبرين كيف لو عيننا ده قلنا بيزمنت ممبرين ده اندوثيليوم انا عارف انه موهبتي في الرسم سيئه لكن شنو just trying to simplify
This is the basement membrane. This is the endothelium, basement membrane and epithelium. هنا الديبوزيشن بيحصل وين يا شباب؟ بيحصل بشق لك في النص بين الاندوثيليوم والبيزمنت ممبرين في الحته دي. فبيخلي انه ده بنسميه سب اندوثيليال ديبوزيت. فبخلي انه الخط بتاع الاندوثيليوم مع الخط بتاع البيزمنت ممبرين يمشوا كخطين متوازيين. في زول اللي يشبهها لنا بحاجه الترام لاين. ترام لاين او ترام تراك ابييرنس في الباثولوجي. طيب اللي بيحصل لي ديبوزيشن هنا شنو؟ عندك انتيبوديز وعندك كومبلمنت سي 4 مينلي، تمام؟ وده اللي بيحصل. وبعدك العيان بيجيب نيفريتيك نيفروتيك. الحاجه المهمه الثانيه انه الناس عندهم اسوشيشن وذ حاجه بنسميها كرايوغلوبيولينيميا. وات از كرايوغلوبيولينيميا يا شباب؟ ديبوزيشن اوف ميونوغلوبيولين، مينلي ميونوغلوبيولين تقريبا. ممتازة يا دكتورة، كلمة كلمتين زيادة كده عشان نديك الجائزة. خليها بدون جائزة. شكرا. خلي زول ثاني يكمل. فالكرايوغلوبيولينيميا is a deposition of antibodies at low body temperature. تمام؟ يعني at 4 degrees centigrade بيحصل deposition of antibodies. دائما بنلقى ان الكونديشن دي is associated strongly with hepatitis C. وبتحصل دائما بيقول لك في البريفرال تلقى زول عنده رينوت فينومينا acrocyanosis something related to the cold. و at low body temperature طبعا في حاله اسمها hemolysis at low body temperature يسمى cold autoimmune. لكن precipitation of antibody طيب بتترسب وين الانتيبادي؟ بتترسب في البلد فيزل. بتترسب في البلد فيزل تعمل vasculitis. والvasculitis دي بتكون small vessel vasculitis هيمر معانا تاني في الروماتولوجي. والsmall vessel vasculitis ده معناه involvement of multiple tissues. What are the clinical manifestation of cryoglobulinemia? Mainly skin manifestation بيجوك بskin rash and purpura. ورينال manifestation بيجوك بميزانجيو كابيلاري glomerulonephritis. والحاجة الثالثة شنو يا شباب؟ عندهم ممكن يكون في مونو نيورايتس مالتيبلكس نيرف انجري. الفرق بين السيمتريكال بولينيوروباثي والمونو نيورايتس مالتيبلكس شنو؟ السيمتريكال بولينيوروباثي هو يكون عندك سيمتريكال نيرفز يعني الضرب اليمين والشمال كلهم مع بعض زي ناس الجليان باري مثلا. لكن لما نقول مونو نيورايتس مالتيبلكس this means that we have multiple single nerves. فوق يتضرب مثلا الكومون بيرونيال، تحت يتضرب قصدي تحت يتضرب الكومون بيرونيال في الكراع الشمال، فوق في اليمين يتضرب الالنر، فوق في الشمال يتضرب الراديال، وهكذا بنسميها مونو نيورايتس مالتيبلكس. بتجي دائما مع الباسكولايتس لانه the blood vessels that are supplying the nerve will be affected and so the nerve will be affected. تمام؟ فده كده الميزانجيو كابيلاري عشان ما نضيع. عندنا نوع اللي بيحصل فيه immune complex deposition في sub endothelial فبتترسب في sub endothelial space بتديك ال time track appearance. The manifestation will be nephritic or nephrotic. The hint for the exam is hepatitis C او يجيب لك clinical presentation of cryoglobulinemia اللي هي part of it is hepatitis C antigen. تمام؟ This is the يعني the idea about the immune complex type of mesangio capillary and the presentation as we mentioned is either nephritic or nephrotic. Usually the question will be what is the diagnosis. تمام؟ دائما احنا شباب اشكال الكويشن شنو؟ what is the diagnosis, what is the initial investigation, what is the diagnostic investigation. كده يعني دي الافكار العامه غالبا. نجي نشوف النوع الثاني اللي هو due to the C3 deposition او بنسموه dense deposit disease. نحن لو جينا عينا للكومبلمنت كلمتكم في المحاضره اللي فاتت عن الكومبلمنت صح؟ انتم ممكن تكونوا نسيتوا لكن قد تتذكروا الكلمه اللي انا قلتها لكم بتاعت الفولترون. مذكرين الفولترون يا شباب؟ شكلوا فولترون يعني. أيوة. انا اعرف الناس اللي ايوه لما طلع فيلم الكرتون بتاع الفولترون ده زمان مش كانوا في اسود كده وبتلموا مع بعض بيعملوا فولترون وهناك؟ طيب المهم الكومبلمنت سيستم از برو اكتيف بروتين سينثسايز باي ذا ليفر. بيكونوا جاهزين تماما في حاله حدوث اي انفلاميشن. عندنا فيهم مجموعه من الباثوي تو اكتيفيت ذيم.
يا اما كلاسيكال باث واي او انا ما بدي اخش في تفاصيل. واحده من الباث واي بيكون فيها حاجه اسمها سي 3 كونفرتيز انزيم، حاجه زي دي مهم. ففي انزيم بيكون قاعد في واحده من الباث واي بيعمل لها انهيبيشن او بيوقفها يعني او ما بخليها شغاله. لما يكون عندك ميوتيشن في الانزيم ده معناه الباث واي دي بتكون شغاله والكومبلمنت ده بيحصل له اكتيفيشن كده على كيفه، بس يحصل لك اكتيفيشن على كيف ويحصل لك اكتيفيشن للسي 3 ويفعل الكومبلمنت سيستم. الكومبلمنت سيستم تو شك كده يمشي وين يا شباب؟ يمشي الكيدني ويترسب في نص البيزمنت من برين بيسموه دينس ديبوزيت ديزيز. يعني حتى في البايوبسي شكله مختلف من الترام تراك ابييرنس، بيجونا بشكل بتاع ميزانجيو كابيلاري جلوميرولو نيفرايتس. لكن ذيس از يوجوالي uncommon to be asked. Usually the question would be about the cryoglobulinemia, the hepatitis C and so on. Regarding the treatment of the mesangial capillary glomerulonephritis, usually we give immunosuppressive medication. If we have hepatitis C, the main treatment is to give antiviral. And usually this is, يعني الناس عندهم cryoglobulinemia, hepatitis C positive, and you give antiviral and the hepatitis C viral load decrease, usually the cryoglobulinemia will disappear. لكن لو كانت idiopathic not associated ما دارين نخش في تفاصيل زي دي، ممكن في حالة زي دي ما عندك حال غير الاميونوسوبريسنت. فتدي اميونوسوبريسنت لو في هيباتايتس سي، لو لقيت هيباتايتس سي في الجواب اميونوسوبريسنت واضح انه زول هيباتايتس سي بوزيتيف، تشوز انتي فايرال. تمام يا شباب؟ This is regarding the cryoglobulinemia. ويعني I think انه هنا لو في حاجة ناقصة ان شاء الله بيتمها في النوت. كده يا شباب اتكلمنا عن اسباب النيفريتيك سندروم، وفي المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن اسباب النيفروتيك سندروم. Any question يا شباب؟ طبعا عدم وجود الأسهرة عنده مؤشرين صح؟ يا إما الناس دي الحمد لله يعني بلغت مبلغا من الفهم والعلم يعني ما يفوق الجمال و أو إنه الناس يعني يصدق فيهم قول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، صح؟ فلا نتمنى أن تكونوا يعني حولكم ماء. لا، الخيار الأول. طيب. إن شاء الله. إن شاء الله الخيار الأول. ألو. أيوة تفضل يا دكتور. بس الدكتور الهيموغلوبين في اليورين. هيموغلوبين؟ أو إذا في هيموغلوبين يعني مثلا في اليورين هل ده يعتبر هيموغلوبين ولا كيف؟ لا، هو دي بنسميها هيموغلوبين يوريا عادي. And usually this is hemolysis. يعني ممكن انت هيماتيوريا ويمين RBCs. تمام؟ طيب نجي نتكلم حاليا في بعض الديزيزز او بعض الامراض اللي هنتكلم عنها هتكون حاجة كده متفرقة شوية، وبعد ذلك هنخش في التقييم. من هذا المتفرقة هنتكلم عنها حاليا، طبعا الله أعلم ننتهي من النيفرولوجي الليلة، لكن غالبا المحاضرة الجاية نصها يكون باقي النيفرولوجي والنص يكون الجزء الثاني. تفضلي. بالنسبة للجلوميرولونيفرايتس اللي هو علاقة بالـ FLA عندنا الفايف ستيج او اللي هتحفظوهم هناخدها في الروماتولوجي ان شاء الله، نورمال وفوكال ميزانجل وكذا. ها يعني ما هيقول هنا كرينا اه هنقول ان شاء الله مع الاس ال اي ذا بارت اوف ذا اس ال اي. تمام. فعندنا حاجه بنسميها سيستيك كيدني ديزيز نتكلم عنها، وعندنا ثاني الانترستيشال نيفرايتس، وعندنا الاكيوت تيوبولر نيكروزيس تكلمنا عنه الاكيوت تيوبولر نيكروزيس، عندنا البابيلاري نيكروزيس أيوة ده اللي أقوله، عندنا الرينال ستون، وفي بعض الحالات المجدعة كده ده هنقوم نتكلم عنها في النوت. هتكلم لكم عن السيستيك كيدني ديزيز، عن الانترستيشن نيفرايتس، وعن البابيلاري نيكروزيس. أني السنة خلال المحاضرة الجاية هي الرينال كانسر. بعد ما ننتهي من ديل هنخش في الأسيد بيز بالانس. تفضل يا دكتور. أقول الأسيد بيز بالانس. نبدأ بالسيست أيوة اللي هي الأسيد بيز بالانس ده مربط الفرس ومربط أي حاجة. فنجي نتكلم يا شباب عن السيستيك كيدني ديزيز. Regarding the cystic kidney disease
طيب أنا بالمناسبة برضو حاجة مشاورة أخيرة، في ناس بيقولوا لي أفضل تشرح لنا على النوت دايركتلي، في ناس بيقولوا لي لا أفضل تشرح كده وبعد ذلك نمشي النوت نمشي فيها سريع. What do you think؟ أفضل تشرح لنا كده أحسن، كده أحسن، كده ممتازة. أوكي خلاص تمام. أنا برضو لأنه النوت ما حتى أنا لما أرتب استيل الكلام جواه جاير تمام، فكده أفضل ترتيب المعلومات، حتى لو بيجي في بعض الحاجات بننساها نحن حنمر عليها، وفي النهاية لما الفكرة العامة تكون واضحة. أنا أعتقد إنه الكورس المفيد هو ما الكورس اللي بيقول أي حاجة، لكن هو الكورس اللي بنظم الحاجة تمام. نحن نحاول ننظم الأفكار عشان بعدك حتى لو بيجي في تفاصيل أنت تقدر تعرف تخدها وين، دي تخدها بيجاي دي تخدها بيجاي وكده، فربنا يوفق إن شاء الله. طيب السيست كيدني ديزيزز إنه نحن يكون عندنا السيست في الكيدني تمام، which is abnormal، لكن sometimes ممكن السيس دي تكون normal لو كان الزول aging. الناس كل ما كبروا في السن كل ما بيجى عندهم formation of simple cyst. Usually they are asymptomatic وما بيعملوا أي حاجة وما عندنا معاه مشكلة تمام، لكن مشكلتنا مع السيست اللي بتظهر من انت صغير. فعندنا حاجة السيس دي لو جينا عينا للكيدني، الكيدني دي اما تكون كورتكس الكورتكس او مظلة. فعندنا في المظلة حاجة بنسميها مظلة ريسيستيك كيدني ديزيز، وفي الكورتكس عندنا بوليسيستيك كيدني ديزيز. طيب في الكورتكس دي البوليسيستيك عندنا فيها اوتوزومال ريسيسيف واوتوزومال دومينان. طيب بالنسبة للمظلة ريسيستيك كيدني ديزيز والاوتوزومال ريسيسيف بوليسيستيك كيدني ديزيز ده بيحصل في الاطفال even as a fetus intrauterine. الاوتوزومال دومينانت دي بتحصل في الادلت ودي بتاعتنا بتاعت الميديسين، دي نتكلم فيها كلام بسيط. الزول عنده اوتوزومال ريسيسيف بوليسيستيك كيدني ديزيز او ميدلا ريسيسيف كيدني ديزيز، من هو الطفل يا شباب بيكون عنده رينال فيلير انترايوتراين. طيب what do you think is the manifestation؟ يعني تخيل زول ولدت او هي شي از بريجننت وذ افيتس هو هذا رينال فيلير تمام، تتوقعوا انه حيكون حاصل شنو؟ يعني هل حتتلد ثلاثه طبيعيه كده بعد تولد يقوم العيان يضرب السيفير هايبركاليميا ويقول والله شكله كان ضارب الرينال فيلير، ولا في حاجات ممكن تظهر من بدري واقدر اشوف الالتراساوند والليجو هايدرومينس؟ قولي قولي والليجو هايدرومينس. الليجو هايدرومينس. طيب ادينا كده قولي لي كلمه واحده عشان اديك الجائزه. الليجو هايدرومينس ده از ا بارت اوف كلينيكال انتيتي اور كلينيكال سيكونس بنسميها شنو؟ بوتر سيكونس. اكسلنت مالك تتابع صوت واطي كده يا دكتوره. بوتر سيكونس. طيب سيكونس از سمثينج ريليت تو سمثينج ليد تو سمثينج وهكذا. لو جيت سالتكم الامنيوتيك فلويد جوا اليوترس هو عباره عن شنو؟ هو عباره عن اليورين اوف ذا بيبي والترا فلتريشن اوف ذا بلازما اوف ذا مدر. فبتخيل البيبي عنده رينال فيلير او عنده مشكله في الباب ما قادر يطلع يورين، معناه ما حيطلع يورين صح؟ ما طلع يورين معناه رينال فيلير. طيب ما طلع يورين رينال فيلير معناه هل حيكون في امنيوتيك فلويد؟ نو امنيوتيك فلويد، اللي هي زي ما قالت الدكتوره اوليجو هايدرومنيس في الالتراساوند بتشوفها. طيب بعد ذاك هل في حاجات ثانيه حتتاثر؟ نعم، حس البيبي ده يا شباب لما ينمو بيكون بيسبح سويمنج، الووتر بتسمح له شنو؟ التمدد تمام. فلما هو يكون مثلا عنده اوليجو هايدرومنيس معناه this fetus is swimming أو الحتة بتبقى closed عليه والسكليتال سيستم ما قادر يتمدد، فكون عنده سكليتال ديفكت. والحاجة الأخيرة إنه اللنج يا شباب الزول ما بيتنفس جوا صح؟ هو he swallow the fluid and the fluid will come into the lung and contribute to the nutrition of the lung وكده. ف if you have oligohydramnios معناه the lung supply and nutrition will be affected and the patient will have lung hypoplasia. It will lead to respiratory failure. So we have renal failure, oligohydramnios, skeletal defect and lung hypoplasia. That is called Potter sequence. دي الحاجة اللي بيجونا بيها ناس الاوتوزومال ريسيسيف. لكن ناس الاوتوزومال دومينانت دي بتجي في الكبار تمام؟ وهي فيها two types. Type 1, type 2. Type 1 chromosome number 16. 16 تايب 2 كروموسوم نمبر 4
تمام. والنزل غالبا عندهم مشاكل بتاعت اونكوجين وكده، ف بتزيد يعني البرولايبريشن بيزيد تتكون السيست. طيب اتكونت السيست غالبا هم بيكونوا ناس ادلت. What do you think is the clinical presentation؟ هل حيجي العيان يقول لك والله دكتور يا اخي انا لي يومين كده حاسس انه كليتي دي فيها يعني بالونات؟ هيماتيوريا. تيوريا. هيماتيوريا and hypertension. Hypertension. ايوه. تيل الموست كومن بريزنتيشن. هايبرتنشن اكثر حاجه وبعده. يا الله اهلا بالاختن دي. تمام. طيب غير الهايبرتنشن والهيماتيوريا عندنا شنو ثاني؟ فلانك بين. فلانك بين. ممكن يكون في لون ماس، وما هيقول لك في ماس، هيقول لك في سويلينج، فلانك سويلينج او لون سويلينج، وفلانك بين وهيماتيوريا وهايبرتنشن وكذا صح. بمناسبه اللون بين والهيماتيوريا، لو كان عندنا عيان بتاع نيفروتيك سيندروم وفجاه جاك بلون بين هيماتيوريا، وات از ذا دايجنوزيس؟ رينال فينس ترومبوزيس. يس، ذيس از رينال فين thrombosis. And what is the idea of this renal vein thrombosis يا شباب؟ الفكرة إنه إحنا زي ما قلنا قبل أو زي ما قلنا قبل كده، إنه ناس النيفروتيك سيندروم بيحصل لهم loss of anti-thrombin 3 اللي هو is normal anticoagulant، لما تفقده يكون عندك hypercoagulability وبيحصل renal vein thrombosis. تمام، بيجوك دائما بلوين بين وهيماتيوريا، very common question. طيب نواصل يا شباب، نرجع فلانك بين، لون ماس او سويلينج، هايبرتنشن، هيماتيوريا، ده غالبا this is the presentation. What, which investigation you are going to do؟ هتعمل يورين اناليسيس تبقى هيماتيوريا لا بلا بلا التراساوند. طيب التراساوند هتلقى فيها شنو؟ هتلقى فيها سيست مبروك. طيب حقو انا قبل قلت لكم مش الناس الكبار بيكون عندهم سيست، عشان كده قاموا عملوا كرايتيريا. لو كان الايج مثلا لحد مثلا 30، من 20 ل 30، من 15 ل 30، we need just two cysts. لكن لو كان الايج من 30 to 60 we need two cysts bilateral. bilateral. more than 60 we need four cysts bilateral. فيا اما السؤال يجيك what is the which investigation are going to do، تقول دون التراساوند، أو يجيب لك إنه زود لك بهايبرتنشن أو هايبرتنشن and you are you have going to give a treatment for this hypertension. What is the first line يا شباب؟ SE. فاروكا. SE. أول Arabs. ليه الـ SE يا شباب أول Arabs؟ Why for؟ كده by chance يعني. Reduce الـ البروتينيوريا والهايبرتنشن يعني. لا يعني مثلا نحن في الاسينشال هايبرتنشن يوجوالي ذا فيرست لاين از كالسيوم شانل بلوكر. ليه عند الهايبرتنشن which is caused by ما عندهم بروتينيوريا هم which is caused by polycystic we need ACE. slow deterioration of renal function. طلع الجائزة. الاكشن بتاع الاي جي بتر مش بيعمل different arteriolar constriction. يلا طيب عشان اريحكم اطلعوا لي من حتة افرنت وايفرنت والكلام الكثير ده بتاع المرة اللي فاتت. طيب. لانه هنا نحن we are talking about cystic kidney is not diabetic nephropathy. طيب بقلل. is not a basement membrane. لان يا شباب الميكانيزم of hypertension here is related to the يعني this is renin angiotensin اكسترا اوكي لانه السيست expansion will compress the afferent vessels while they are coming which lead to elevation of renin angiotensin aldosterone. عشان كده بنلقى انه الهايبرتنشن بدعم is hyperreninemic hypertension so we give ACE inhibitor. And in some situation we give dual blocker ACE و ARBs. ده مال الامتحان ده ونسساي. فنقول ACE inhibitor is usually ده ممكن يجي سؤال what is the investigation تقول التراساوند. What is the treatment ACE. دي الأسئلة السهلة طبعا. الأسئلة الأسهل منها طبعا لو أنت عارف المعلومة الاسوشيشن. يجيب لك زول with hypertension hematuria presented with sudden severe headache. What is the diagnosis. Hypertension.
اول كورونا هيموريز انيوريزم صحراك هيموريز يا شباب لانه البوليسيستيك كيدني ديزيز از اسوشييتد وذ بيري انيوريزم اللي هو موست كومونلي الانتيريور كوميونيكيتنج ارتري والارتري لما يكون فيه انيوريزم معناه بيكون ويك اند دايليتد لو قحيت ساي بيطرشك بيحصل لك صبراك هيموريز والعيان يجي بالصدن سيفير هيدك تمام طيب غير ال ده يعني السيناريو يكون كالاتي loin pain وهيماتيوريا sudden severe headache what is the diagnosis يعني السؤال يتحول تماما لصب اراك هيموريج طيب زول عنده loin pain هيماتيوريا جاك بي palpitation what is the diagnosis ها يا شباب palpitation Percussion of aorta? No, no. Mitral valve prolapse? Excellent, mitral valve prolapse. We'll be doing the palpitation of chest pain. Well, mitral valve prolapse, I'll show you in sha Allah, why it's doing mid-systolic click, and the valve becomes tall, and how it's going to be, and all that we'll take later on. This is an important question. Jack with GI bleeding. Diverticulosis. أو diverticulosis جاك بـ severe right hypochondrial pain related liver cyst rupture hepatic cyst و البوليسيستيك sometimes الشباب is associated with elevated level of erythropoietin بالمناسبة لكن ده الأكثر أكثر association بيجيبوها اللي هي السب اراك المايترا بابرولابس الدايفرتيكولا والهيباتيك سيست تمام This is usually the questions about polycystic kidney disease ما بتطلع منها نهائيا غالبا يعني This is the polycystic kidney disease يا شباب لو انت if you diagnose someone التريتمنت طبعا السبورتيف حصل لنا الفيلر عالج لنا الفيلر هايبرتنشن جيف اس اي انيبيتر كده اي زول عنده polycystic اي first degree relative should be screened with ultrasound واي عيان عنده بوليسيستيك كيدني انا مش خايف ليه من الصب اراك هيموريج انتوا خايفين ولا ما خايفين يا شباب انا شخصيا خايف لانه الصب اراك ده حاجه بطاله جدا وفيتال كونديشن طيب هل اي زول عنده بوليسيستيك كيدني ديزيز نعمل له سكرينينج فور نودي له ناس السي تي انجيوغرافي في مدينه المعلم ولا في ما عارف وين وعشان يشوفوا لنا هل في انيوريزم ولا لا وات دو يو ثينك لا لا عديل ولا لا نص نص ما حاجه روتين يعني ما حد ودي طيب انا ماي كويستشن يعني وات ار ذا كرايتيريا فور ذا سكرينينج اوف كان في فاميلي هيستوري ايوه ذات از ات اذا كان في فاميلي هيستوري وات ار ذا كرايتيريا فور سكرينينج اوف بيري انيوريزم ان بيشنت وذ بوليسيستيك لو هو زاد كان عنده بريفيوس صور اكي موريت او هو عنده ايوه بريفيوس او عنده فاميلي هيستوري تمام وفي واحده ثالثه معاهم او مثلا ساينس ايوه نيورولوجيكال ساينس بالضبط هي ديفلوبد نيورولوجيكال ساينس اي ففي حاله زي طوالي تعمل له سكرينينج فور هنا اذروايز نو نيد فور يعني انه نعمل له سكرين تمام ناخذ بريك يا شباب شنو دكتور فاميلي هيستوري اوف صور اكي موريت اها او بيري انيوريزم اوكي صحيين يا شباب لا صحيين صحيين لا صحيين الحمد لله يعني ان شاء الله دائما صحيين تمام فناخذ بريك ان شاء الله ونعود بعدها نديكم ربع ساعه معلش يا دكتور قبل البريك تفضلي الكلام قلت اريثروبويتين انت سكيب النقطه دي انهم دايما بيجوا ب هيموجلوبين 16 15 ايوه قصدي لك ايوه انه هو البوليسيستيك از اسوشييتد وذ هاي ليفلز اوف اريثروبويتين سام تايمز فهتلقى عندهم الاريثروبويتين عامل سيميوليشن فور ذا ار بي سي فتلقى عندهم دي سكندري بوليسايتيميا تمام طيب يا دكتورة جاك تقريبا البقية الشباب الصوت كيف واضح كويس؟ واضح اي معناها يا دكتورة المشكلة عندك في الصوت
عندها مشكلة في الصوت. تمام؟ خلاص أوكي. ناخذ بريك ربع ساعة إن شاء الله تريحوا فيه شوية كده. ونعود هخش الأسيد بيس بالانس طوالي. ننشد بي تيكن توجذر يعني ما بداها وقطع لي. يلا سلام. نبدأ يا شباب. أيوة. طيب. هنتكلم حاليا إن شاء الله عن الـ acid base balance. Which is one of the very important and the vital topics. وبيحتاج فهم كويس كده من ناحية physiology ومن ناحية clinical application. وat the same time يعني نحن مثلا قد يكون فينا جزء كبير حضر courses بتاعة acid base ABG interpretation كده. أنا حاسس ما حخش في التفاصيل بتاعة ABG interpretation لكن I think لما نفهم ال basic concept دي لما تمشي you attend courses وكده و advanced issues هتبقى الانتربريتيشن بالنسبة لك سهل. أنا حاسب أتكلم منها ككونسبت وكأسئلة في الامتحان وفهمها وأسبابها وكده. لكن الانتربريتيشن أنت دائما في الامتحان بيكون simple interpretation. لكن المور ديتيلد الشغل بتاع اليورين أنايون جاب والما عارف والكلام زي ده. الأنايون جاب العادية بناخدها حسي لكن في يورين أنايون جاب ويورين كلورايد وكلام زي ده ده بيكون ك كلام اكثر ان شاء الله الناس ادفانس اللي ممكن تاخده والامور تكون ان شاء الله كويسه. طيب النورمال بي اتش ان ذا هيومن بودي از فروم 7.35 تو 7.45. طيب هل دي النورمال بي اتش في الحياه كلها يعني؟ لا. This is the normal pH in the human body. طيب ليه هي النورمال وليه نحن ستريكت في البي اتش دي؟ لانه دي البي اتش اللي بتخلي الانزيمز والخلايا تشتغل نورمالي. يعني لو في اي ديفكت او زياده في البي اتش او نقصان في البي اتش اوت اوف ذس رينج ذس ويل افكت ذا فانكشن اوف ذا سيلز. تمام؟ لحد ما نصل لمرحله انه يحصل سيل ديث اند نيكروزيس. طيب لو كان عندنا البي اتش از ليس ذان 7.35 وي كول ات الكالوزيس. Acidosis. Acidosis. If it comes more than 7.45, we call it alkalosis. طيب. قبل ما نخش في what are the causes of acidosis, what are the causes of alkalosis وكده. نحن عندنا يا شباب حاجة في الجسم الحاجات المسؤولة من الregulation of the acid-base balance. عندنا blood buffers. وعندنا lung وعندنا kidney. Then they are three important tissues. They are responsible for the regulation of the acid base. أي defect فيهم حيعمل لي مشكلة. طيب في blood buffers عندنا مجموعة لكن على رأسها البايكارب. عندنا معادلة مشهورة جدا اللي هي شنو يا شباب؟ H2O plus CO2 ماشي جاي H2CO3 carbonic acid ماشي جاي hydrogen plus bicarb. طب المعادلة دي تشتغل كالآتي. لو انت في جسمك حصلت اي زيادة للهيدروجين الهيدروجين زاد قبل ما نضطر نمشي نوري اللنج ونمشي نوري الليفر جسمك ده مش فيه bicarb يفترض يكون فيه bicarb صح؟ بيقوم البايكارب بيعمل شنو؟ اي زياده في الهيدروجين بيقوم البايكارب بيتلصق في الهيدروجين كومباين ويمشوا كده يعملوا H2CO3 يعملوا H2O CO2 H2O ما عندنا معاه مشكله CO2 will get out through the lung
من غير ما نخش في اي مشاكل. تمام؟ فعندك اهم بفرز هو البايكارب. والبايكارب is a buffer for increase of acid. يعني لو زاد الهيدروجين بيقوم البايكارب بيعمل بفرين. طيب لو كان البايكارب عند الزول لو تمام اللو بايكارب could be يا شباب a cause of acidosis or a complication of acidosis. يعني شنو؟ يتخيل زول شباب ما بيعمل absorption للبايكارب او عنده ديارية مثلا تمام زول عنده ديارية وفقد كمية كبيرة من البايكارب هل في حاجة هتعمل neutralization للهيدروجين ده وتمشي التفاعل ده كده؟ What do you think? No. معناه الهيدروجين حيزيد ما هتضرب الأسيدوزي. So this is a cause. طيب لو في زول عنده أسيدوزي لأي سبب إن كان والهيدروجين كان زايد جدا تمام؟ فحنلقى إنه البايكارب في حال زي دي قدر البايكارب اللي في trying to buffer بمشي التفاعل ده to the next side بيمشي للجهة الثانية ففي حالة زي دي حيبقى البايكارب is low but this is not the primary problem. This is a complication of acidosis يا شباب. شباب كلامي ده واضح؟ والله دكتور ما واضح في جوطة حاصلة كده. طيب البقية كيف؟ وروني جوطة حاصلة وين بالضبط عشان أنا to collect يعني. الجزء الثاني الجزء الأول مفهوم. الجزء الثاني. طيب نعيد. اللي هي حتة cause and a complication دي صح؟ أيوة. لو أنت مثلا نرجع عندنا من أهم الحاجات اللي بتنزل لك الـ pH أو بالذات لو كان في زيادة في الأسيد الـ blood buffers على رأسها الـ bicarbonate. الـ bicarbonate دي بتجيبها من الانتستين وبتجيبها من الكدني وبتجيبها من حتة كثيرة فلو قام زاد أنت تخيل عندك هيدروجين زاد طب ناخد example صوالي يتخيلوا زول عنده سيبتك شك وضرب اللاكتيك أسيدوزيس ده أكتر إيه بيجي بنشوفه في الآي سي يو بيقى الهيدروجين كتير طيب الهيدروجين كده معناه حيحصل أسيدوزيس طب هل الجسم ده من البداية كده حيستسلم يقول لك خلاص أضرب الأسيدوزيس وموت طوالي كده يعني لا they're trying to compensate or to buffer بيقوم طوالي قدر زيادة الهيدروجين دي حتزيد انت شنو حتزيد البايكارب تمام حد يعني قدر البايكارب اللي فيه حتقوم شنو تخليه يتلصق بشنو بالهيدروجين ويمشي في التفاعل ده يتحول ل H2O plus CO3 كل ما زاد الهيدروجين معناه انت اي بايكارب لافي في جسمك حيتلصق في الهيدروجين وحيمشي كده طيب تتوقع البايكارب في السيرم يزيد ولا يقل as free بايكارب كده يزيد هيقل هيقل لأن كله حصل له consumption صح؟ أها فهنا نحن بنقول low bicarb is a complication of acidosis واضح؟ أيوة طيب السيناريو الثاني إنه أنت ما في lactic acidosis لكن أنت عندك ديارية مثلا بقى عندك low bicarb قدر الهيدروجين اللي بيحصل له production بنورمال رينج ده ما في زول حيوديه هنا nothing معناه الهيدروجين ده حيتجمع صح؟ حيعمل اسيدوزيس لما نجي اعمل انفستيجيشن للعيان ده حتلقى عنده البايكارب از لو لكن البايكارب از لو هي as a primary cause not as a complication زي السيناريو التحت عشان كده نحن في اي اي بي جي فيه ميتابوليك اسيدوزيس حتلقى البايكارب از لو either البايكارب هي is a cause or a complication دي الحتة اللي هنخش فيها بعدين في حتة الانايون جاب والكلام الزي ده عشان كده اي اي بي جي فيه ميتابوليك اسيدوزيس حتلقى البايكارب از لو يا شباب يا اما هي السبب يا اما a complication of the cause اها ممكن الهيدروجين دي ثاني طيب يا واحدة فيهم طيب عينه ما الهيدروجين ده يا شباب هو بيطلع من وين طيب الهيدروجين ده واحد من البرودكت اوف ذا ميتابوليزم تمام او واحد عندك لاكتيك اسيد كيتو اسيد المهم الكلام اللي حنخش فيه بعدين في حالات كثير بيزيد الهيدروجين فلما يزيد الهيدروجين مثلا زول عنده لاكتيك اسيدوزيس
البايكاربت في السيرم كله حيتلصق به عشان يعمل له بافرينج، تمام، عشان تو نيوترلايز ات. فالنتيجه انه حتى لو الاي بي جي بتاعك ستيل نورمالايز حنلقى البايكارب از لو لانه حصل لها كونسومشن. ذيس از ذا ايديا. اوكي طب نمشي الخطوه اللي بعدها. فقلنا عندنا البافرينج عندك اللي هو البايكارب HCO3 plus هيدروجين ماشي جاي H2CO3 ماشي جاي H2O plus CO2. فده أول سيستم. طيب لو أنت بديت شغال بافرينج وستيل الموضوع ده ما تحلى، واحدة من الحلول أنت بادي البافرينج شغال كويس والCO2 بدأ يتجمع بكميات عالية في التفاعل. لو أنت مثلا التفاعل ده كان ماشي كده، لو هنا البرودكت دي اتجمعت وما طلعت حتعكس. فلازم في حالة زي دي أنت تطلع ده برا. الCO2 بيطلع منه يا شباب؟ Respiratory Hyperventilation. عشان كده أنت بتلقى إنه العيان بدأ يضرب الهايبرفنتيليشن. الهايبرفنتيليشن كلنا we know is different from tachypnea. Hyperventilation increase wash out of CO2 فهتطلع كميات كبيرة أنت من CO2 عشان الموضوع ده يكون ماشي كده في الاتجاه ده، تمام؟ عشان كده بنلقى أي زول عنده ميتابوليك أسيدوزيس يعني المشكلة من اللنجز من الأورجانز لاكتيك أسيد كيتو أسيد وكده هتلقى إنه اللنج بتاعته is hyperventilating. Hyperventilating why for؟ لأنه هي قاعدة بتطلع في CO2 اللي هو ده volatile acid، ده ناتج من تجمع أسيد، فأنت كده بتطلع through the lung. عشان كده اللنج is very important يا شباب في الأسيد بيس بالانس. طيب يتخيلوا سين من الناس عنده مشكلة في اللنج، هيحصل شنو؟ هنمشي كده CO2 هيتجمع التفاعل هيتقفل وحيكون راجع كده هيجيب يعني. So the end result إنه الهيدروجين ده is accumulating without excretion through the lung، صح؟ معناه الزول هيضرب الأسيدوزيس. وانت في الحالة دي حتى لو ما كان في primary problem هنا أصلا، يعني الهيدروجين اللي بيطلع بصورة طبيعية لو ما قادر يطلع through the lung لأنه اللنج فيها مشكلة، الهيدروجين ده هيتجمع. ففي حالة زي دي ده بنسميه respiratory acidosis. فلو كانت المشكلة from the lung we call it respiratory acidosis. لو كانت المشكلة from something irrespective إنه في compensation ما في compensation، لو كانت المشكلة إنه في overproduction of acid أو decrease bicarb as a primary cause زي ناس الدياريه مثلا أو زيادة في الأسيد، ده بنسميه metabolic acidosis. فعندنا acidosis عنده two causes، يا إما يكون respiratory defect في الطرف ده من المعادلة، تمام خلاص، أو يكون metabolic defect في الطرف ده. طيب الطرف ده metabolic acidosis ده يا إما يكون مثلا الهيدروجين is overproduced أوكي وده بيعمل دائما high anion gap، أو يكون البايكارب is less produced ما بيتكون بكميات كويسة، وحيكون نفس النتيجة إنه الهيدروجين ما في زول حيشيله برا فهتخش في metabolic acidosis. و more details إن شاء الله في الجزء اللاحق. أنا بزار تفهم الفكرة العامة. عندنا تاني الكيدني. الكيدني مسؤولة من شنو؟ مسؤولة من الري absorption of bicarb والsecretion of hydrogen. معلش تخيل، تفضل يا دكتورة. ما سامع. ما سامع الصوت بتاعي. والله دكتورة شكلك تكتب في الشات، ما سامع. Just write it يا دكتورة. طيب regarding the kidney is responsible for the reabsorption of bicarb and secretion of hydrogen. طب لو الكيدني doesn't absorb the bicarb معناه most of the bicarb will be lost in the urine، معناه bicarb will be low. Bicarb will be low معناه no buffering for the hydrogen، صح؟ معناه accumulation of hydrogen معناه acidosis. بعدين دي شنو تفاصيله دي كلها اللي قدام. الكيدني is responsible for secretion of hydrogen، بتطلع الهيدروجين برا. تخيلوا زول مثلا ما قادر يطلع الهيدروجين، يعني one of the mechanism of secretion of hydrogen is through the kidney، تمام؟
وانت ما قادر تطلع الهيدروجين معناه you are retaining the hydrogen in your body معناه accumulation of hydrogen معناه acidosis فدي كل الأسباب بتاعت acidosis related لللنج وللكدني وكده بعدك metabolic respiratory هتكلم عنها بعدين in more details. طيب بالنسبة للالكالوزيز تمام لو كان البايكارب بتاعي مثلا أو لو كان الهيدروجين بتاعي ناقص جدا تمام لو كان عندي very low hydrogen due to direct loss فقدت هيدروجين فقدت هيدروجين تطوالي الكالوزيس تمام ما this is direct loss of hydrogen. طيب دي واحدة من أسباب الكالوزيس أو مثلا نقول إنه في زول عنده اللنج دي قاعدة بتطلع CO2 بكميات كبيرة معناه CO2 حيكون قلة صح أنا المعادلة دي بالانس لو الجزء ده مال كده ده نزل تحت معناه الشغل ده حيكون نازل like this صح؟ لو CO2 قل معناه انت الجزء ده كله حتودي كده ده معناه الهيدروجين لا بلا بلا كله حتخارجه برا معناه مستوى الهيدروجين في الدم حيقل مستوى الهيدروجين في الدم قل معناه this is alkalosis دي الفكرة برضو بتاعت الريسبيريتوري الكالوزيس انه increase wash out of CO2 زدت ال wash out of CO2 معناها كل المعادلة دي حتمشي للطرف الثاني كل الهيدروجين يا شباب حيمشي للجزء ده CO2 في النهاية all of them they will be excreted وحيكون عندك low hydrogen and the result will be respiratory alkalosis. طيب عشان الكلام يوضح بصورة أكبر بنقوم بنقسم إنه نحن العيان ده أنا حسي الكلام الفاتر بقول فيه ده physiology العيان ده على حسب ال pH if low pH less than 7.35 we call it acidosis If more than 7.35, we call it alkalosis. نادي نتناقش في الأسيدوزيس. قسمنا الأسيدوزيس لـ two major types. High anion gap و normal anion gap. في زول عنده فكرة عن الأنيون جاب يا شباب؟ والله نهائي ما عندنا فكره قلت له يا دكتور زاهر نهائيا تماما اجمل شيء والله عندي عقده منه عندي عقده منه تحديدا يا دكتور عندي منه عقده يا دكتور عندي منه عقده قدر ما اسمع وقع تتحلى ان شاء الله اها معادله بس المعادله افرق بين الانيون والانيون طيب هو معادلة بين البوتاسيوم طيب أنا أوريكم الشباب ده دارين يقولوا لكم شنو قالتهم هي معادلة بتحسب فيها الكاتيونز اللي هي الموجبات الصوديوم زائد البوتاسيوم ناقص الكلورايد بلس بايكارب اللي هم ديل السوالب النورمال أنا يوم جاب كم هو دكتور انت 10 من 8 إلى 12 من 10 إلى 16 كلها نورمال فاليوز يلا خلونا نبدأ أتكلم أنا ولأن في انترابشن في الصوت وكذا 15 والله دكتور صوتك بيقطع عن فوشنكي لكن خلونا أوريكم what is the idea يعني نحن عارفين إنه والله تجيب الموجب في السيرم تجيب السالب تقوم ده ناقص ده يطلع عليك الفرق من 8 إلى 16 طيب نحن يا شباب عشان الجسم يقوم بالتفاعلات بشكل طبيعي لازم يا شباب يكون البوتنشيال او الجريدينت او الالكتريكال اكتيفيتي از ايكوالايز يعني لازم في السيرم يكون الموجب يساوي السالب عشان الحاجات ما تتجغمس طيب هنا قال لك انت لما تجيب الموجب وتطرحه من السالب حتلقى في فرق من 8 الى 16 هل معناه في الجسم الموجب اكثر من السالب لا طيب شنو الفرق ده جاي من وين يعني؟ الفرق ده قال انه في حاجات سوالب نيجاتيف بت دي ار ان ميجرد ما مقاسه على راسها الالبيومين الالبيومين از نيجاتيف تمام؟ لكن لانه الالبيومين كودنت بي ميجرد ما بتقدر تقيسه فا او ما موجود اصلا يعني ما انا ما بقيسه في المعادله دي وحدات مختلفه فعشان كده انت جسمك بيعمل شنو يا شباب؟
ما انت جسمك بيلم كل الموجبات وبيلم كل السالبات او السوالب، فلانه في البيومين قاعد وفي اذر نيجاتيف بتقوم انت بتقلل الجزء ده منك. ففي المعادله بيظهر لك شنو؟ بيظهر لك انه السالب او النيجاتيف از ليس ذان ذا بوزيتيف. هم صح الكلورايد بلس باي كارب از ليس اقل، لكن مش معناه كل الانايون ذي ار ليس، تمام؟ لانه وي هاف انايون ذات ار انميجرد لايك البيومين قاعدين، لو كان دخلناهم في المعادله وحسبناهم كان هيطلع الفرق زيرو، تمام؟ فاكشوالي نحن البوزيتيف شود ايكوال ذا نيجاتيف، والنيجاتيف بيظهر لي لو لانه ذيس از كومبنسيشن، الجسم بيطلع جزء من النيجاتيف ديل برا لانه في اذر نيجاتيف قاعدين عشان يكونوا في النهايه بوزيتيف ذي ار ايكوال تو ذا نيجاتيف. النقطه دي واضحه يا شباب؟ واضحه. طيب فانت يفترض انه يكون اصلا ما في فرق. طيب الفرق الظاهر ده شنو؟ والله قالوا الفرق الظاهر ده this is due to the unmeasured anion. لو قمت فتحت جوجل وكتبت anion gap هيكتب لك والله anion gap is used to measure the unmeasured anions، بنستخدمها حتى نقيس السوالب الغير مقاسة زي منو؟ زي الالبيومين. النقطة دي ما حنفهمها الا انا اديكم example. تعالوا نمشي الـ ICU، تمام؟ كمية من العيانين الراكدين في الـ ICU they have sepsis unfortunately. And this sepsis could be complicated by septic shock. لما نقول shock what does it mean يا شباب؟ Hypotension. And organ failure. Maybe it's probably support. Organ failure. Increased perfusion. Issue hypoperfusion. This is the exact meaning. ده هو اللي هيؤدي الى organ failure, organ failure وكده. والتيشو هايبوبرفيوجن طبعا يعني لما نقول شوك ذيس از تيشو هايبوبرفيوجن. طيب العيان راكد في الاي سي يو بدا يحصل له تيشو هايبوبرفيوجن وعنده كميه من التيشو بقى ما بيصلها اكسجين. طيب هل التيشو اللي ما بيصلها اكسجين دي حتموت طوالي؟ اللاكتيك اسيدوزز. طيب التيشو لما ما يصلها اكسجين، لو تتذكر زمان في البايو كيمستري احنا بنمشي فروم جلوكوز تو pyruvate، ده anaerobic glycolysis. لو كان عندك ميتوكوندريا and oxygen هيقوم يخش الكريب سايكل ولا بلا بلا ويطلعوا ATP، this is aerobic metabolism. طيب الزول لما يحصل له hypoperfusion معناه ما في oxygen، ما في oxygen معناه ما في aerobic metabolism، معناه هنشتغل anaerobic بس. كل ال pyruvate will be converted to lactate أو lactic acid، معناه الزول ده اللي عنده شوك كل الجلوكوز هيتحول للاكتيك اسيد، معناه هيكون عنده لاكتيك اسيدوزيس. مش شوك قاعد تشوف الكلام ده في الاي سي يو البيشنت ده ضاربين اللاكتيك اسيدوزيس. فهنا اللاكتيك اسيدوزيس ده هو عباره عن لاكتيك اسيد اللي هو عباره عن مركب فيه هيدروجين. طيب العيان اللي عنده شوك ده معناه عنده كميات كبيره جدا من الهيدروجين. تعالوا للمعادله بتاعتنا الجبال، هيقوم الهيدروجين ده هيحصل له شنو يا شباب؟ زاد الهيدروجين وي نيد ا بفر، صح؟ هو از ذا بفر؟ بايكربونيت. يمشي في الطرف ده للمعادله لحد ما يكون سي او 2 بلس اتش 2 او. البايكارب في السيرم قل ولا زاد يا شباب؟ قل. نقص. طيب ما دام البايكارب في السيرم نقص، لو كانت المعادله اكزامبل انه مثلا المجموع هنا 140 وهنا كان 130 والفرق كان 10 كانوا 130، قام حصل للزول لاكتيك اسيدوزز وقام البايكارب نزل، معناه ال 130 دي حتنقص ما حتزيد، صح؟ قول بقت 120 معايا يا شباب؟ لانه البايكارب نقص as compensation for the increase of acid. لما ننقص البايكارب عندي السوالب هنا بتنقص اللي هو ده واحد من الانايونز نقص، معناها هنا بقى شنو يا شباب؟ بقى انه النيجاتيف ده بدل ما 130 هيبقى 120، معناه الفرق هيبقى بدل ما 140 140 ماينس 130 هيبقى 140 ماينس 120 اللي هو ايكوال تو 20، معناه this is high anion gap.
معناه أنا كل ما ألقى هنا عدد كبير زايد معناه we have something that increase وأنا ما شايفه بيخلي إنه البايكار بيقل. والبايكار بيقل هنا ده واللي هو ده جزء من الكاتيون حيقوم يخلي لي الطرف ده من المعادلة كله يقل. عشان كده نحن بنقول نحن we use anion gap to measure the unmeasured anion. بنقيس بيها السوالب الغير مقاسة. كل ما كان العدد ده ماشي أكبر معناه في سوالب غير مقاسة بتتجمع بكميات كبيرة. كل ما زادت الأنيون جاب كل ما كانت هذه السوالب أكبر وأكبر وأكبر. هاي شايفين انتوا وين الناس ال... طيب الشغلانة جاطة. طيب انتوا الشغلانة جايطة من وين بالضبط يا شباب؟ جيت اقول لها اها يا بص يعني هاي الانيون جاب دائما اسيدوزيس ها هاي انيون جاب قصدهم اسيدوزيس يعني شوفوا نحن قلنا الاسيدوزيس ده انا زول شخصته اسيدوزيس بنقسم الاسيدوزيس ده لنوعين يا اما يكون هاي انيون جاب يا اما يكون نورمال انيون جاب فهو ديفينيتلي اسيدوزيس لكن انا بتكلم حسي وات ار داير افهمكم وات ار ذا كوزز اوف ذا هاي انيون جاب ميتابوليك اسيدوزيس اي حاجه بتزيد الاسيد زي اللاكتيك اسيد والكيتو اسيد هتزيد الهيدروجين هيقلل البايكارب هيقل السوالب الطرف ده من المعادله هيقل معناها المجموع هيزيد الشغل ده هنا رياضيات يا شباب اها طيب الناس اللي فهموا منه في زول حاسس انه فهم الموضوع كويس انا ماشي معاي كويس هاتو كويس انا برضه كويس ما بطل كويس الحمد لله طيب خلونا نعيد طيب لكن نعيد ثاني بس النقطه الاخيره يا بص معلش نقطه شنو الانيون جاب من المعادله يا بص عين البيشنت لو عنده اسيدوز خلوكم طيب من المعادله الاولى انا بس رسمت المعادله الاولى عشان ارجعكم كده للفيسيولوجي وكده لكن احيانا انا بعز رجعه البيزك الشديد بتصدم الناس شديد المهم فمهم انا ما بقدر اخذها كدرس بتاع فيسيولوجي لانه براهم محاضرتين الاسيد بيس بالانس في الفيسيولوجي لكن بحاول بس جست ندي الهنت فاول حاجات المهمه قلنا العيان ده عنده اسيدوز معناه البي اتش از ليس ذان 7.35 بنقوم الناس اللي عندهم اسيدوزيس ديل بنقسمهم لي 2 تايمز هاي انايون جاب ونورمال انايون جاب هاي انايون جاب اند نورمال انايون جاب طيب شنو هي الانايون جاب اصلا قلنا الانايون جاب انت اللي هو الفرق بين الموجبات والسوالب في السيرم بتجمع الصوديوم زائد بوتاسيوم من السيرم احيانا بوتاسيوم ما بيجمعوه لانه كله اربعه ولا خمسه ماينس كلورايد بلس بايكارب ديل السوالب ديل الموجبات ديل الكاتيون وديل الانايون يوجوالي الكاتيون بيكون اباوت 140 والانايون اباوت 130 وبيكون العدد حوالي 10 اللي هو بيكون من 8 ل 16 طيب قمت سالتكم انا هل انت ما انت ما دام ده طرف الجواب في النهايه موجب يا شباب رياضيات معناه الطرف ده اقل من ده صح؟ هو حقيقه ده 130 وده 140 طيب قالوا هل بجد انت في السيرم بتاعك النيجاتيف اقل من البوزيتيف؟ قلنا لهم لا في السيرم النيجاتيف شود ايكوال ذا بوزيتيف عشان كل التفاعلات الكيميائيه والكهربيه تكون ماشيه طبيعي طيب ليه هنا النيجاتيف اقل؟ لانه قالوا في نيجاتيف ثانيات مضاريات بيجاي النيجاتيف الاذر نيجاتيف ديل دي ار ان ميجرد يعني ما موجودات في المعادله لكن موجودات في الواقع وبيخلي جسمك لانه عارفهم موجودات وشحنه كهربيه موجوده بيقوم بيقلل ديل عشان كده انت عندك ديل اقل طيب منو ديل الان ميجرد عندك الالبيومين على راسهم يعني فبيخليك شنو بيخلي انه النيجاتيفز بتاع عندك ديل يكونوا اقل من البوزيتيف والنورمال انايون جاب يكون اباوت 10 او نقول من 8 الى 12 الى 16 الى 14 whatever طيب what are the causes of the high anion gap metabolic acidosis اي حاجه بتزيد الليفل اوف هيدروجين اللون ده جايبه من وين اي حاجه بتزيد الليفل اوف هيدروجين تمام زي شنو accumulation of lactic acid او كيتو اسيد ناس الدي كي اي
أو جلايكوليك أسيد. المهم لو زاد الأسيد قلنا نحن جبال عندنا بافرينج سيستم صح؟ طيب as a result of the increase of the acid حيقوم البايكارب يعمل له بافرينج ويرتبط بالأسيد لحد ما يكونوا CO2 plus water. بعد ذاك اللنك تخرج CO2 برا. طيب بقى البايكارب بس شغال بلاقي الأسيد وبيمشي كده. معناه البايكارب في السيرم قلة ولا زاد يا شباب؟ قلة. لا. قلة. ممتازين. طيب معناه المعادلة دي لو كانوا مثلا نقول الكلورايد 120 والبايكارب مثلا كان 10. مثلا يعني قول البايكارب بقى 5 مثلا. قول البايكارب بقى 2. معناه دي بدل ما بقت 140 بقت 122 المجموع صح؟ طيب 140 ناقص 122 يساوي كم؟ 18. معناه الانيون جاب زاد ولا قل؟ زاد. معناه this is high انيون جاب. طيب هل انت المفروض تحسبها تحفظها رياضيات يعني؟ لا. بس انا الكلمه دايره اوصلها لكم، لما انا القى الانيون جاب زادت معناه في زياده في الاسيد برودكشن باختصار يعني. والاسيد برودكشن هو العمل الكلام اللي انا من قبل بمعط فيه ده. هيا شباب hopefully يعني انه الامور ماشيه احسن احسن يا وش الله تمام 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 احنا شفنا اداء تسكينا في مرحله هنا والماء من حولنا صح طيب نواصل يلا. فدي اي حاجه بتزيد الاسيد ده معناه بيعمل هاي انايون جاب. لما نشيل النورمال انايون جاب حنفهم الحاصل شنو بهنا. في حاجه انا داير اقولها لكم بالمناسبه، انتوا فيكم ناس كلهم متنشنين بموضوع اللوكل واللوكل قرب والامتحان قرب وكذا، وفي ناس دايره تنتهي وكذا. يعني احنا زي ما قلنا اهم شيء بالنسبه لنا انه الناس تفهم حتى وان طالت المده. وزي ما قلت لكم انا احيانا ما بقدر اتحكم في طول المحاضره لانه في النهايه اهم من التزام الزمن بتاعي التزام الفهم. تمام. المهم الناس اللي بتزنق بعدين بنقوم بنرسل لها ريكوردد ليكتشرز في شابترز ما حضروها وكده. مش اقتراع كويس عشان ما يكون في تنشن يعني. والله ما قصرت يا بص، جزاك الله خير. طيب فنواصل. كنا وين؟ طيب what are the causes؟ معناه اي حاجه بتزيد الاسيد. حاجه بتزيد الاسيد عندك زي اللاكتيك اسيد، معناه لاكتيك اسيدوز. طيب ما هي اسباب اللاكتيك اسيدوز؟ شوك. اي شوك بيعمل لاكتيك اسيدوز. ده الكومون سيناريو اللي نشوفه في الاي سي يو. بتلقى الناس عندهم اسيدوزيس غالبا هو هاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوزيس. غير اللاكتيك اسيد عندنا شنو يا شباب؟ كيتو اسيد. كيتو اسيد. الكيتو اسيد عند الناس اللي عندهم دي كي اي. طيب الدي كي اي دي يا شباب حنتكلم عنها في الاندوكراين، لكن هي از ستيتس اوف لو انسولين او ما في انسولين او منعدم الانسولين. يا اما يو ميس ذا دوز، يا اما يو هاف ستريس اند كاونتر ريجوليتور هرمون. لما نقول الانسولين بكميات يكون ما في، بتقوم الاديبوز تيشو عندها هرمون اسمه هرمون سنسيتيف لايبيز. ما انت جسمك بيعتبر ما في انسولين، انا لما يكون ما في انسولين بعتبر انه انا جيعان. بس انا شبعان انسولين فل، انا جيعان ما في انسولين صح؟ طيب ما في انسولين. طيب انت لو قمت جيعان لك يوم يومين ما اكلت، دي قلت لي ما حيكون في انسولين. طيب ليك يوم يومين ما اكلت، واحد من اهم السورس بتاعت الانرجي انه تمشي تكسر الليبيد فتعمل لايبوليزيس. من الاديبوز تيشو تطلع ما شاء الله كميات محترمه من الفاتي اسيد عشان يمشي يغذوا التيشوز. طيب الفاتي اسيد دي بتغذي معظم التيشو، لكن هل الفاتي اسيد دي ممكن تمشي تغذي البرين؟ لا نو. البرين از مينلي ديبندنت على الجلوكوز. لو اتزنق شديد وانت اتقطعت في خلا اسبوع اسبوعين ممكن يستخدم الكيتون بوديز، لكن ما بيقدر يستخدم الفاتي اسيد لانه زي تون كروس. بتقوم الفاتي اسيد في الليفر بتتحول لحاجه اسمها اسيتو اسيتيك اسيد، ما تعرفوا عليه، بيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد، اللي هم ديل الكيتون بوديز او الكيتو اسيد. فانت لما يكون عندك دي كي اي جسمك بيعتبر انه انت لك شهرين ما اكلتها ويكون مدور لايبوليسيس وكيتو اسيدوز، ما في انسولين وما عارف انت عندك سكري ولا ما عندك سكري. تمام. طيب فزاد الكيتو اسيد ده، الكيتو اسيد زاد معناه الهيدروجين زاد. الهيدروجين زاد معناه هاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوزيس. فده سيناريو بتاع دي كي اي بيكون واضح لنا كلنا. This is a scenario of shock. طيب what are the other causes of high anion gap metabolic acidosis؟ يلا نديكم شويه براحه.
اسبرين اوفر دوز. Excellent. What is the scientific name of aspirin? Salicylic acid. Salicylic acid. هو اسمه acid. Acidosis. أنا هيدروجين. طبعا إنه الأسبرين ده فيه شوية لعبة كده. بيقول لك الأسبرين لما تاخده في البداية بيعمل استيميوليشن للريسبيراتوري سنتر. بيقوم بيحفز CO2 wash out. تطلع CO2 كتير فتخش في البداية في الريسبيراتوري الكالوزيس. بعدها هو يتجمع تضرب الأسيدوزيس فبيعمل ميكس. تمام؟ ريسبيراتوري الكالوزيس أم ميتابوليك أسيدوزيس. نمشي لحاجات مور سيمبل. تاني. سايلين جلايكول. يوريميا. يوريك. طيب نبدأ باليوريك أسيد. واليوريك أسيد غالبا عند ناس عندهم رينال فيلير ما قادرين يطلعوا اليوريك أسيد فممكن اليوريك أسيد لما يتجمع شديد يعمل لهم هاي يعني. Who said ethylene glycol? سمعت وأنا حسي. أيوة كيف؟ دكتورة منو؟ هاجر. هاجر. طيب. What is ethylene glycol? Glycolic acid. Alcohol. What is ethylene glycol? طيب هي الدكتورة قالت الكحول. بيشربوا يعني؟ مادة مبردة. أيوة أيوة. أيوة يا دكتور. بيشربوا؟ بيشربوه في الحفلات ولا في الرقصات ولا في ال... ايوه لقانا في السوسايدال اتمت. اكسلنت والله. يس الايثايلين جلايكول يا شباب هو اصلا هو از انتي فريز. انتي فريز يعني هو مش مبرد مضاد للتبريد. والايثايلين جلايكول ده بيستخدم شفتوا كلمه انتحار دي عليكم الله امسكوا فيها تمام. هو بيستخدم دائما كانتي فريز مضاد للتجمد. بيستخدم في مركبات عديدة منها في السيارات يا شباب. بتعرفوا مويترديتر الشباب المعانا هنا ايبن الفيميل. ايوه مويترديتر مش بتملو احنا في السودان طبعا بنملو مويتلبريك تمام. وده بيأثر على العربات طبعا. انت يفترض طيب مويترديتر دي ليه قايمين وقاعد اللي لو جينا لدرجة حرارة نمشي ميكانيكا شوية نطلع بيكم من الاسيدوزيز. درجة حرارة محرك العربية كم يا شباب؟ بسؤال يا دكتور. طيب about 90 أو 80 to 90. ونحن في العربات زمان ما كان في cooling system. حسي بيجا محركات العربات بيجا فيها cooling system اللي هو بالradiators. بتجي موية تمر في قنوات معينة وبترش فيها المروحة بتقوم بتبرد المحرك جوا. تمام الموية بتتغير الحرارته وبتغير برد المحرك. نحن دارين في الموية دي ميزات مهمة. إنه الموية دي ما تتبخر في 100 درجة. دارنا تتبخر في أعلى من كده عشان حتى لو المحرك زاد أكثر من 100 درجة الموية ما تتبخر. وما تتجمد في صفر. دي خصائص موية الليبريك بتاعتنا. نحن بنملى من الليبريك والموية بتتبخر في 100 درجة عشان كده بتجي كل أسبوع تتم الموية. لكن أنت يفترض لو أخذت موية فيها مادة بتمنع الإيفابوريشن ما حتحتاج اللي دي قاعدة في موية الريديتر الملونة دي. طيب. الحاجة الثانية إنه أنت يفترض ما تتجمد في صفر. يعني أنت لو حسي قاعد مثلاً في الناس مش معانا دكتور قاعد في UK ما أعرف حسي قاعد ولا ما قاعد. المهم الناس اللي قاعدين في الشام الناس اللي قاعدين في فالحيطة اللي فيها بريد ممكن تصل درجة حرارتها صفر وتحت الصفر وكذا. لو كب هناك موية بريك في UK هيقوم يحصل شنو؟ هتتجمد جوا المحرك ودي ما ينفع طبعاً. بيقوم يضيفوا شنو؟ أنتي فريز مضاد للتجمد. من الحاجات المضادة للتجمد دي الإيثايلين جلايكول. فهو عنده استخدامات منها العربات وكذا. طيب هل انت هيجيك في الامتحان سؤال بتاع ميكانيكا؟ لا طبعا. طيب الكلام ده علاقته بالبشر شنو؟ قاموا البشر لقوا انه والله المادة دي ممكن تكون مادة ضابطة جدا لانها colorless تمام؟ لcriminal actions لsuicidal attempts. زول داير ينتحر ودار يقتل زول. طيب هيجيك العيان بيشكي من شنو؟ طيب بعد ذاك انا اوريكم نعرفه كيف انه اخذ ايثايلين جلايكول. العيان هيجيك بانه الايثايلين جلايكول ده متجمع وهو عباره عن الكحول. It will get metabolized
هناخد الميتابوليزم في الكحول بيبقى حاجه اسمها جلايكوليك اسيد. طيب حاجه اسمها جلايكوليك اسيد واتجمعت هتعمل شنو؟ هتعمل اسيدوزيس، هيزيد الهيدروجين فهتعمل هاي انايون جام ميتابوليك اسيدوزيس، والبيشنت يجيك دراوزي وكونفيوز وعنده سيفير اسيدوزيس وكده. طيب هيوريك شنو الموضوع ده جلايكوليك اسيد يا شباب، اذا عارف الحيوريني انه الجلايكوليك اسيد ده يا شباب بيتجمع في الرينال تيوبيولز بيعمل جلايكوليك اسيد كريستالز. لو الزول كان بياخده على مدى كرونيك بيعمل له ستون. لو الزول مات عديل is dead تقوم تعمل له اوتوبسي هتلقى في الرينال تيوبيولز في جلايكوليك اسيد كريستالز. دي الحاجه دلت الانفستيجيتور فور وان اوف ذا نون ستوري في امريكا كانت في بداية الألفينات ونهاية التسعينات. زولا كانت she is married and his spouse أو his has أو her husband died واعتبروا إنه الموت ده due to flu-like illness وموت طبيعي. بعد بسنوات تزوجت another one والزول اللي تزوجته تاني برضو died مات. فنحن هنا طبعا كان بنقول شنو؟ كان بنقول هي كج وسحارته وكده يعني. لكن هم برا طوال يدوروا شنو؟ دوروا criminal investigations. طيب الزول ده في الانيشال ويرك اب كان في اسيدوزيس، في الاوتوبسي يا شباب لقوا في جلايكوليك اسيد كريستالز في الرينال تيوبيول. معناه كثرته بشنو يا شباب؟ ايثايلين جلايكول. بالايثايلين جلايكول عارفين منها مش؟ طيب المهم دي يلا انا القصه دي هي قصه حقيقيه طبعا لكن عشان انتم ما تنسوها. فده يا شباب الايثايلين جلايكول بويزنينج يا اما بيستخدموه دائما في الكريمنال اكشن اور فور ذا سيوسايدال اتمت. تمام. طب غير الايثايلين جلايكول هل عندنا حاجات ثانيه؟ ميثانول. والميثانول ده دائما شراب او يوجد في بعض المواد المصنعه وكده. تمام. الميثانول او الايثانول هنا طبعا المشروبات البلدية بيشربوها الناس في واحد منها ميثانول وواحد منها ايثانول. تمام. سبريت. والناس هو بيتصل ليه؟ معروف ما سامعني يا شباب. سؤال يا دكتور. ما في سؤال. الفكرة انه هنا مثلا العرقي والكذا والحاجات زي دي واحد منها ميثانول وثاني في شنو؟ مريسة مثلا. دي واحد ميثانول واحد ايثانول وانا ما متاكد. المهم فدي كلها مشروبات الكحول غير انهم موجودات في بعض المنتجات الصناعيه الثانيه. وديل بيدوك شنو في النهايه؟ الميثانول بيديك اسيتيك اسيد والايثانول بيدي شنو؟ لا الميثانول بيدي فورميك اسيد. فورميك اسيد والايثانول بيدي الاسيتيك اسيد. ديل برضو اسيد 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 معناها بيعملوا اسيدوزيس صح؟ ودائما السيناريو هنا بيكون اوفر دوز. واحده من الترو ستوري في بلد ما جو يانج جايز مع بعض وكانوا شاربين كولونيا. يو نو كولونيا صح؟ ايوه. شربوها لغرض الشراب يعني. وجو كانوا مجموعه وكلهم جو الاي ار بي سيفير هاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوزيس والبي اتش كان ليس ذان 7.0. والعيان زي ده نعمل له شنو يا شباب؟ عندكم حلول؟ دياليزيس. دياليزيس وصوديوم بايكارب. وفي دواء مهم جدا بنديه شنو؟ فوميبيزول. ممتاز. What is the mechanism of action of fomepizole? بعمل inhibit ال مشنو الفورمال دهايد في هيدروجينيز. لو جينا عينا ايوه لو جينا عينا للكحول ميتابوليزم اي الكحول سواء كان جلايكوليك ايثايلين جلايكول ميثانول ايثانول كلهم اول باثوي في الميتابوليزم بيبقوا حاجه اسمها اسيتالدهايد.
والاسيتالدهايد بيمشي بيبقى مثلا ميثانول بيبقى فورميك اسيد، ايثايلين جلايكول بيبقى جلايكوليك اسيد وهكذا. طيب اول انزيم بيحول الكحول لاسيتالدهايد بنسميها الكحول دي هيدروجينيز. الفوميبيزول از ان انهيبيتور اوف ذا الكحول دي هيدروجينيز، معناه بيمنع تكوين الاسيد. تمام، عشان كده واحد من الادويه اللي بيجيبوا يسالونا في الامتحان كثير العيان ده، لانه عندهم السيناريو اللي انا قلت عندهم سيفير اسيدوزيس، سو وي هاف تو جو فور دياليسيس. تمام، انفورشنتلي موست اوف ذيم باست، ذي دايد. و ده زي ما قلنا انا جايب لنا الموضوع ده، ايوه انجشن اوف ميثانول ايثانول. عشان تعرف ميثانول قلنا الايثايلين جلايكول، واحنا هذا بيوريك انه ده ايثايلين جلايكول. الدي كي دي كي واضح، اليوريك اسيد رينال فيلير، الايثايلين جلايكول جلايكوليك اسيد كريستال، الميثانول الفورميك اسيد بيعمل يا شباب ريتينوباثي ان اي مانيفستيشن، لما تلقى العيان بيجا بلايند وكده معناه اخذ ميثانول. تمام، فدي كلها اسباب يا شباب بتعمل هاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوزيس. هاي يا شباب فاهمين؟ كويس. اي تمام. دكتور زاهر انت ماسك الديبارتمنت اوف ذا فيدباك. مية مية. تمام والله مية مية. الحمد لله. طيب نمشي ل سؤال يا دكتور. تفضلي. الميتفورمين معهم؟ والله الميتفورمين ده ممكن يعمل هاي انايون جاب، لكن الميتفورمين ده غالبا ما بيعمل. طبعا الميتفورمين اصلا لما اخترعوه ما كان انتي دايابيتيك اصلا، كان عنده استخدام ثاني نسيته. وبعد ذاك في الدايابيتيس انا هقول لكم الميكانيزم اوف اكشن بتاعته. الميتفورمين بيرسي ما بيعمل اسيدوزز الا انت يكون عندك غالبا ريسك فاكتور. لما نقول ريسك فاكتور يعني شنو؟ يعني تكون انت عندك اسكيميك او كارديوجينيك شوك، رينال فيلير. يعني دي كلها كارديوجينيك شوك معناها تي شوك تيشو هايبو بيرفيوجن، رينال فيلير ما قادر تطلع الاسيد. يعني في بريديسبوزنج كونديشن لانه انت تخش لي في سيفير اسيدوزز. تمام؟ فالميتفورمين قالوا انه الميكانيزم بتاعته ان هو انهيبيت ذا ميتوكوندريال ريسبيريشن. يعني بيكفل الحته الجبال قلناها بتاعت الايروبيك ميتابوليزم، معناه البايروفيت كله will be converted to lactate، فهو ممكن يعمل لك لاكتيك اسيدوزيس. ليش؟ طيب احنا جبال ليه حصل لاكتيك اسيدوزيس في الشوك؟ انه ما في اكسجين فالباثوي ما مشي هنا. الميتفورمين قال لك قفل الباثوي، معناه كل البايروفيت هيمشي يبقى لاكتيت. واضح يا دكتوره؟ واضح، يعني اسيدوزيس لكن ما بالضروره with high anion gap. لا هو غالبا لو عمل لاكتيك اسيدوزيس حيكون هاي انايون جاب. اه هو از نوت دايركتلي كوزينج اسيدوزيس، ات كوزز لاكتيك اسيدوزيس ويتش كوزز هاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوزيس. تمام تمام، نمشي للنورمال انايون جاب. ميتابوليك اسيدوزيس، طيب وات ار ذا كوزز اوف ذا نورمال انايون جاب ميتابوليك اسيدوزيس؟ أديسون. ديريا. ديريا. تاني. دروغ. أسيت الزولاماي. طيب تاني في حاجة مهمة. رينا التيوبولر أسيدوزز. رينا التيوبولر أسيدوزز يا شباب. ده أهم واحد ونبدأ بيه. طيب. تعالوا نعاين في الكدني هنا ده، يتخيلوا انه دي proximal convoluted tubule، دي distal convoluted tubule. يا شباب نعستوا ولا كويسين؟ لا لا ماشيين تمام. تمام. proximal convoluted tubule بيحصل لنا reabsorption of the bicarb، ده وضع طبيعي. في distal convoluted tubule جسمك بيطلع الهيدروجين. تمام؟ طيب تخيلوا انه انت مثلا عندك ديفكت في الري ابزوربشن اوف ذا بايكارب في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، معناها السيرم بايكارب هنا برايمري حيكون قالي، صح؟ معناها ما في حاجه هتعمل بفرين كويس للهيدروجين، فالهيدروجين حيزيد شويه ويدخلك في مايلد اسيدوتيك كونديشن. طيب اول سؤال نجي نقول وات از ذا نيم اوف ذيس؟ دي بنسميها بروكسيمال، لانها في بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول بنسميها بروكسيمال رينال تيوبيولر. بروكسيمال لانها في بروكسيمال رينال تيوبيولر معناها مشكله من التيوبيول ما من اي حاجه ثانيه.
acidosis لانه the end result is acidosis او بنسميها type 2 renal tubular acidosis. What are the causes؟ اي حاجه يا شباب بتعمل infiltration او heavy infiltration لماتيريال في renal tubule this will affect the function. زي الناس اللي عندهم ويلسون ديزيز this is one of the renal manifestation of Wilson. او الناس اللي عندهم Fanconi syndrome then they cannot absorb a lot of materials يعني. عندهم مشكله في proximal convoluted tubule او الناس اللي عندهم Sjögren. Sjögren is infiltration of the lymphocyte of the exocrine gland but also those lymphocytes can infiltrate the proximal tubules. المهم ما حيقدروا يجروا البايكار تمام. طيب السؤال الفكره المهمه انه الناس دي غالبا ما بيجوا بسيفير اسيدوزيس. ليش؟ لان انت حتى لو الهيدروجين يتجمع الكدني دي قادره تشتغل حتطلع زايد برا فغالبا بيكونوا اي سيمتوماتيك او يجوا بمايلد سيمتوم. طيب انا اوريكم السيمتوم حتيجي شنو. يجيك يقول لك والله يا دكتور انا حمسك اول دكتور شايفه قدامي شايف دكتوره مروه. والله يا دكتوره مروه يا اخي انا لي شهرين كده كنت كويس وفي امان الله لكن زوجتي قالت لي يعني انا حاسه انه والله يا اخي يعني كليتك دي ما زي زمان. ما لا يا اخي تقول لك والله يا اخي كليتك دي يعني انا حاسه انه الاوعيه بتاعتها بقت ما قاعده تجر البيكربونات كويس زي زمان. يعني هل ممكن يجي البيشنت يقول لك والله يا دكتور يا اخي انا حاسس انه يعني انا ما قادر اجر بيكربوناتي؟ لا 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 طبعا ايوه انا جست بقول الامثله الغبيه دي عشان تو ستيميوليت يور ثينكينج. ها يلا البيشنت يكون عنده اسيديك يورين صح ولا شنو؟ طيب حيجي يقول لك والله يا دكتور انا لي اسبوعين كده حاسس انه البول بتاعي ده بقى حامض كده. بحاول اجيب سيمتوم. يلا قبلنا نوم يا شباب. بيجي بستون صح؟ بين الستون. أزيداتك بريدنج. سيمتومز يا شباب. العيان بيجي باوستيوماليشيا. لا دقيقة ايوه ده بيجي باوستيوماليشيا ده لو جاب حاجة. يوجوالي ذوز بيشنت ذي ار اسيمتوماتيك. زي ما قالت لكم الدكتورة قبل في الهوم ورك الناس اللي ما شافوه يمشوا يشوفوه. الاسيدوزيز يا شباب بيزيد الموبيلايزيشن اوف كالسيوم فروم ذا بون. فانت حتى لو الاسيدوزيز كان مايلد وما عامل اي سيمتوم والبي اتش بتاعتك واضحه طبيعيه يعني ذيس اسيدوزيز از كومبنسيتد ذيس مايلد اسيدوتيك كونديشن فور لونج تايم وذ مور ريليز اوف كالسيوم فروم ذا بون بيدخلوك في اوستيوماليشيا. فالعيان يجيك ببون بين ومسل بين وكده. ذيس از ذا كلينيكال برزنتيشن اوف ذا proximal convoluted tubule او بنسميها proximal renal tubular acidosis او بنسميها type 2 renal tubular acidosis. الناس دي غالبا يا شباب عندهم نقصان بسيط او عندهم مشكله في الابسوربشن اوف ذا بايكارب and usually this is totally compensated بانه انت بتطلع هيدروجين زياده ونقصان البسيط في البايكارب this will not affect the anion gap تمام. طيب هنشخص العيان ده كيف؟ هتدي العيان بايكارب تدي اي في بايكربونات والصوديوم بايكارب وتدي تقيسها في اليورين وتقيس الاسيدوزيز او البي اتش حتلقى العيان قول عنده مايلد اسيدوزيز او بس حاجه بسيطه كده. تدي البايكارب اي في تلقى البايكارب كله ملك في اليورين صح او موست اوف ات. معناه شنو يا شباب؟ معناه انا ما قادر اعمل له ري ابزوربشن. This is the diagnostic test يا شباب of the type 2 renal tubular acidosis or proximal renal tubular acidosis تمام. والتريتمنت يوجوالي they don't need a treatment ولو احتجت ممكن تديهم بايكارب بس بيقول لك حبه الشانل الشغاله دي تعمل لك ريابزوربشن يوجوالي you don't need. نمشي للنوع الثاني اللي هو تايب 1 وده اللي بيجيبوا فيه دائما الاسئله. تايب 1 renal tubular acidosis او بنسميه ديستال. الديستال ده المشكله انت في الديستال رينال تيوبيوز ما قادر تطلع الهيدروجين
ودي واحدة من الميجر ميكانيزم اوف اسيد بيس بالانس ريجوليشن ان ذا كيدني. فلما تبقى الكيدني عاجزة عن اخراج الهيدروجين معناها حيحصل اكوميوليشن اوف هيدروجين اكوميوليشن اوف اسيد تمام. لكن يوجوالي ذيس اكوميوليشن اوف اسيد يا شباب is a chronic process يعني وما بكون حاجة يعني سيفير كده يعني easy to be compensated. طيب العيان ما قادر يطلع هيدروجين معناه retention of acid فبكون في mild acidotic or even asymptomatic because of the chronic respiratory compensation وكده. طب لو العيان جاي يشكي من حاجة تتوقع انه العيان ده يجي يشكي من شنو؟ طيب نعيد السيناريو. هيجي يقول لك والله يا دكتور انا حاسس انه يعني المره دي ما الاوعيه بتاعت الكليه القريبه اللي قدام كده ديك البعاد منا والحالب حاسسها بقت ما شغاله كويس. لانه نزل غالبا اليورين بتاعهم از فيلير او في فيلير اوف اسيديفيكيشن اوف ذا يورين بيكون اليورين از الكالاين. انت الجسم جوه ممكن تظبط امورك لكن اليورين هنا بيكون از اكستريملي الكالاين والالكالاين يورين فيفر ذا ديبوزيشن اوف ذا كالسيوم اوكسالات ستون فالبيشنت بيجو بنيفرو كالسينوزيس ريكيرنت نيفرو كالسينوزيس بتبحث هنا يكون الموضوع از تايب 1 ديسترينا تيبولر اسيدوز. هتلقى الناس اللي عندهم مايلد اسيدوزيس او ايفن نو اسيدوزيس ذات بي الانفستيجيشن. هاو تو دايجنوز ذوز بيشنت يا شباب بندي العيانين ديل امونيوم كلورايد. ولما نديك امونيوم كلورايد اللي هو ده فيه هيدروجين في جسمك هتعمل لي ري ابزوربشن الهيدروجين ده. يفترض الهيدروجين ده ري مارجو لي بره صح؟ هتلقى انهم هم دي ار فيل تو يعني تو سيكريت هيدروجين ان سبايت اوف جيفينج امونيوم كلورايد. وهنبقى نعالجهم كيف؟ قال لك يا اخي انت طب هل ممكن نقوم نديه ونقول له والله يا اخي نجي نعمل لك عمليه نرسل لك ناس السيرجري يفتحوا لك فتحات بتاعت هيدروجين في الرينال تيوب؟ ده كلام لا يستقيم عقلا ولا منطقا ولا اي حاجه صح؟ طيب الحل شنو؟ قال والله ما دام الهيدروجين زايد حبه نزيد نحن البايكارب بس ينظفوا بعض ويتخارجوا. نظيف البايكارب كيف؟ ادي العيان بايكربونيت. فالتريتمنت اوف بوث تايمز اوف رينال تيوبولر اسيدوزز ايذر هي ديستال ولا بروكسيمال حتكون هي شنو يا شباب از بايكربونيت تمام. ده تايب 1 وتايب 2. تايب 3 ما مهم. نمشي للتايب 4 رينال تيوبولر اسيدوزز. في تايب 4 رينال تيوبولر اسيدوزز اي حاجه بتعمل هايبو رينينيميك او لو الدوستيرون لو الدوستيرون او لو كورتيزول زي ناس الاديسون او لو الدوستيرون زي ناس الكرونيك دايبيتيك. طيب لو الدوستيرون معناها نحن قلنا الدوستيرون في المينرال كورتيكويد ريسبتور في الكدني بيعمل شنو يا شباب؟ بيجر الصوديوم وبيطلع البوتاسيوم والهيدروجين. If no aldosterone or cortisol معناها no reabsorption of sodium no secretion of potassium and hydrogen. So where is the hydrogen? Hydrogen in my body صح؟ فبيحصل لك hyperkalemia and hyperacidemia وده بيعمل برضو لأنه الموضوع is related to the renal tubule function فبنسميه type 4 renal tubular acidosis. فكده يا شباب احنا عندنا أنواع من renal tubular acidosis كلها بتعمل شنو يا شباب؟ دي بتعمل normal anion gap. They don't affect the hydrogen very much as the causes of the high anion gap which lead to progressive elevation of the hydrogen within a short period. وعندنا واحد من الأسباب is diarrhea. الدياريه طبعا من الحالات اللي بتعمل normal anion gap. طيب كيف الدياريه ممكن تعمل يا شباب normal او كيف تعمل acidosis؟ الناس اللي عندهم ديارية لانه سيمبلي بيحصل لهم loss of bicarb والبايكربونات معظمها بيحصل له secretion او بيحصل له production في الانتروسايت والانتستين وكده. فانت تفقده كله وين؟ تفقده كله في الانتست في الستول. معناها انت الهيدروجين لما يزيد ما في حاجه حاشنو ما في حاجه هتعمل له buffering تمام. فهنا انت بيكون البايكارب از لو لكن البايكارب از لو از ا primary cause not as a complication وما بكون قليل دائما انت لما يكون الموضوع as a primary cause الموضوع ما بكون كبير. ليش؟ لانه انت في نفس الوقت اللي بتفقد فيه بايكارب يو كان كومبنسيت بتجور ثاني تمام.
لكن لما يكون في سبب قدر ما ينتج جور كله حيحصل له consumption. فهنا ده is a primary decrease of the bicarb حيؤدي إلى إنه يعني أو بسبب إنه في ديارية فالبايكارب كله أو كمية منه حيحصل لها lost حتخش فيه إنه أنت you cannot neutralize the acid تخش فيه أنا يقول metabolic acidosis. The last cause is urethrosigmoidostomy. يعني زول مثلا كان عنده كولوريكت او كان عنده بلادر كانسر قاموا دخلوا اليوريتر وين يا شباب دخلوه في الكولون ده واحد من اسباب النورمال انايون جام ميتابوليك اسيد وات از ذا ميكانيزم اللي بيقول الميكانيزم له جائزه يعني يحصل لاتروجينيك ولا كيف ما زول عملوا له عمليه يوريتروسيجمودوستومي وقام حصل له نورمال انايون جام ميتابوليك اسيدوزيس What is the mechanism? تقريباً اليورين حيمنع البيكربونات. والله كلام كتير هومورك يلا. تمام؟ لكن جميل يعني زول اللي حيقراه كويس جميل. طيب. كده انا ما حمش اكتر من الاسيدوزيس اكتر من كده او ده النورمال انايم جاب والهاي انايم جاب ميتابوليك اسيدوزيس لما يجيك اي بي جي بتاع اسيدوزيس تمام اول شيء بتعاين لانه البي اتش حنلقاه غالبا ليس ذان نقول 7.2 بعد طوالي عاين للسي او 2 ولا اقول لكم خلونا بعد ناخذ الريسبيريتوري بعد ذاك نعمل هنا لانه ده بتكلم عن كومبنسيشن وكده فبعد ما نتكلم عن الريسبيريتوري اسيدوزيس اي ثينك انه الناس دي ار فولي ساتوريتد تمام معناها ان شاء الله المحاضره الجايه نتيم فيها بس باقي النفرولوجي ان شاء الله ها يا شباب كيف الامور عندكم الحمد لله تمام الحمد لله والله الحمد لله خلاص تمام ما في اي سؤال يعني هل الفرطاني فيهم محاضره محاضره كامله عديلة فإن شاء الله نكمل المحاضرة الجاية ونخش السيستم البعد إن شاء الله المحاضرة البعدة وأبدو حلو في الأسئلة يعني إحنا مشينا مشي كويس جدا خلاص I think ماذا ما في question نختم إن شاء الله نلقاكم إن شاء الله يوم الثلاثاء 7:45 دقيقة إن شاء الله حرسل الرابط هنا وحرسله في النيو جروب تمام في التو جروبس حيكونوا موجودات حتى الناس اللي لسه ما حلوا مشكلتهم حتة الاسامي وما عارف شنو حيقول الرابط موجود يعني تمام يا شباب ارسل لكم برضه الايام الجايه ارسل لكم النوت بتاعه الجاسترولوجي which is the next chapter ان شاء الله وامنياتنا لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله جزاك الله خير بارك الله فيك جزاك الله خير يا بس